صباح الخير. فترات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضاء المصرية. أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير يا بسنت، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صباح الخير يا مصر. النهاردة 15 يوليو، 15 يوليو ده بيصادف اليوم العالمي لمهارات الشباب. ليه العالم كله ببساطة كده مهتم بمهارات الشباب؟ لأن دلوقتي الفرص بتكمن وبتكون متاحة أكتر للشباب أصحاب المهارات، الشباب اللي بيطور من نفسه، مش أي شباب، لازم يكون عنده مهارة، لازم يكون عنده حرفة، لأن هي دي لغة العصر دلوقتي. مفيش شغل حكومة، أصبح الكل دلوقتي متجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وده بتكون من خلال فكر الشباب، الشباب اللي بيكون مؤهل بشكل كويس لسوق العمل. سوق العمل دلوقتي زي ما لسه كنت بقول لحضراتكم ما بقاش محتاج فكرة شهادة بس، سوق العمل بقى محتاج مهارات، محتاج تأهيل، محتاج شاب منتج حقيقي. علشان كده في 2014 الأمم المتحدة اختارت اليوم ده علشان تخلق حالة من الوعي عند الحكومات أو عند الشباب تحديداً، ويكون في استراتيجية، الاستراتيجية دي واضحة لتأهيل الشباب وتوظيفهم بالشكل الأمثل. ويمكن يا بسنت ده اللي بدأت الدولة المصرية كمان بتتجه ليه، لو بنتكلم في تأهيل الشباب عندنا الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة. ده حقيقي، يعني احنا عندنا كذا تجربة في الحقيقة يا أحمد. صحيح. عندنا زي ما انت قلت تأهيل الشباب للقيادة، في منتديات الشباب اللي على طول بتحصل، الدولة مهتمة جدا بالشباب لأن زي ما انت قلت هم دول المستقبل، يعني مهتمة بيهم في عدد من القطاعات المختلفة، وأهمهم طبعا هي الأكاديمية الوطنية للتدريب اللي بتأهل الشباب زي ما انت قلت للقيادة، وكمان التجارب الخاصة بريادة الأعمال، لأن في الحقيقة ريادة الأعمال هي الباب الكبير اللي بتنطلق منه كل الأفكار المبدعة والمشروعات غير التقليدية، وبتكون هي عامل أساسي في نمو عديد من القطاعات نتكلم في مجال زي مجال الصناعة. ده حقيقي، يمكن الثروة الحقيقية اللي عندنا يا بسنت هي العنصر البشري. كتير من الدول المتقدمة لو بصيتي وشفتي الموارد اللي بتمتلكها هتلاقي مش زي أفريقيا، يقولك أفريقيا هي فيها أكتر من 60% من الموارد الطبيعية اللي تقدر تخليها قارة تنهض ومش عارف إيه، بس شوفي الدول اللي نمت حقيقي والدول المتقدمة هتلاقي هي المورد الحقيقي اللي عندها هو الشباب. علشان كده في مصر إحنا يمكن محظوظين لأن التركيبة السكانية اللي عندنا 60% منها هي من عمر الشباب، وعشان كده طبيعي جدا كان يتم خلال الفترة اللي فاتت وفي عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إشراك الشباب في كل خطط التنمية اللي بتحصل في البلد وإشراكهم في كل المشروعات وكمان تمكينهم وتأهيلهم سواء سياسيا أو حتى اقتصاديا. نتج عن ده إيه؟ نتج عن ده مجموعة كبيرة جدا من الشباب اللي أصبحت ممثلة الآن في البرلمان، برلمان 2020 تحديدا، و مجموعة من نواب المحافظين متواجدين في كل قطاعات الدولة، ومش هقول بس نواب محافظين لأن احنا عندنا كمان دلوقتي في مجموعة من الوزراء كمان أصبحوا شباب، وشفنا أداء البرلمان نفسه أصبح أداء مختلف، أداء حيوي بيتسم بالسرعة. ويمكن السبب الرئيسي في ده هو وجود العنصر البشري الشاب اللي موجود اللي بيشارك في التنمية. يعني ده حقيقي، يعني خليني أقول لك أنه كان واضح للجميع أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول يوم هو مؤمن بالشباب، يعني سيادة الرئيس من 2016 أعلن أن هو عام
الشباب، هو مؤمن بأن التأهيل الحقيقي وتطوير مهارات الشباب هو اللي هيفتح بابان وطاقة نور لأفكار كتيرة ومشروعات أكتر هتعود بالخير على مصر. الدولة في الحقيقة عملت مبادرات كتيرة جدا وقدمت منح كتيرة جدا للشباب في قطاعات مختلفة ومجالات مختلفة، لو بنتكلم عن قطاعات اقتصادية أو ثقافية أو رياضية وآخرها كنا شفنا تكنولوجية كمان. فالدولة مهتمة جدا يعني الشباب من جميع بقى بنتكلم أنحاء الجمهورية بكل حاجة هم هيقدموها، مهتمين بالحوار ما بينهم، منتديات الشباب اللي احنا بنشوفها، كل ده بيأكد انه احنا مهتمين بالشباب وعايزين بيسموها empower او ان احنا نديهم نقويهم او الدفعة للأمام ان هم يقدموا لينا كل ما هو مبدع ويتقدم بينا لقدام. ده حقيقة، بس انت يمكن زي ما انت ما قلتي هو فكرة دفع الشباب، وده اللي كان يعني ظاهر في اجلى صوره في مؤتمرات الشباب تحديدا. شفنا مؤتمرات الشباب وشفنا يمكن كلنا فاكرين الشاب اللي كان واقف في أسوان اللي وقف واتكلم وقال يا ريس أنا عندي مشكلة في مصنع كيمة، وساعتها الريس استجاب وشفنا تدخل سريع من الدولة، ومن هنا ابتدت عجلة التنمية وعجلة التغيير تحصل بشكل حقيقي من خلال الشباب. فالشباب هو فعلا قادر على التغيير، ويمكن دي العبارة اللي قالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه لسدة الحكم، قال لا تنمية ولا نهضة دون الشباب. فصباح الأمل، صباح الخير، صباح القادم أفضل بسواعد الشباب. صباح الخير يا مصر. صباح لحضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نروح لزميلتنا ليندا عشان نعرف منها ايه اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير بسنت، صباح الخير احمد. صباح يعني النهارده يوم الجمعه كده وان شاء الله الجو يبقى حلو والشوارع ان شاء الله تبقى فاضيه. هو الجو حر يا بسنت بشكل عام، وده تعودنا عليه وتعودنا كمان على الرطوبه المرتفعه، ولكن كمان من ابرز الظواهر الجويه الموجوده معانا النهارده هي الارتفاع في امواج البحر، البحر الاحمر والبحر المتوسط. يعني من الاخر قول لنا ما تتفائليش قوي كده. اتفضل يا ليت. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، والبدايه هتكون مع الدولار الامريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.90 والشراء سجل 18.83. اليورو البيع سجل 19.26 والشراء سجل 19.18. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.65 والشراء سجل 22.55. الفرنك السويسري البيع سجل 19.44 والشراء سجل 19.36. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.82 أما الشراء فسجل 2.80. الريال السعودي البيع سجل 5.03 والشراء سجل 5 جنيه وقرش. أما الدينار الكويتي فالبيع سجل 61.57 والشراء سجل 61.16. وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.14 والشراء سجل 5.12. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 844 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 985 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1126 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 7880 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وكان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء، وكمان في نشاط للرياح على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وده هيؤدي لارتفاع الأمواج بحوالي 2 لـ 2.5 متر. ده غير انه في ارتفاع في نسب الرطوبه الصبح، وده هيزود الاحساس بحراره الطقس عن المتوقع بقيم بتتراوح بين 2 لـ 3 درجات. درجه الحراره في القاهره النهارده 34، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 39، واقل درجه حراره في مرسى مطروح 29. هنتابع مع حضراتكم احوال الطقس بالتفصيل في النشره الجويه ولكن بعد شويه. رحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ويمكن من أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح هي المؤتمر الصحفي لدولة رئيس الوزراء اللي قدر من خلاله يكون في نوع من أنواع المكاشفة والمصارحة بحقيقة ما يحدث، سواء كان ارتفاع السلع بترولية أو دعم لرغيف الخبز وغيره. لأن امبارح رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر ده تكلم عن مجموعة من القضايا المهمة، وقال إن الحكومة حريصة
على ان هي تتواصل وتوصل للمواطنين بشكل دائم وتوصل لهم وتسمع اي اراء او مقترحات. واتكلم عن تداعيات الازمه العالميه وقال ان في توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومه بشكل مباشر باعداد حزمه اضافيه من البرامج الاجتماعيه خلال الفتره المقبله، بالاضافه لتوسيع قاعده المستفيدين من البرامج دي. علشان كده امبارح تم ضم 450 الف مواطن لبرنامج تكافل وكرامه. كمان مواجهة الظروف الاستثنائية اللي بيمر بيها العالم. تعالوا نشوف جزء من الكلام الخاص برئيس الوزراء ونرجع نكمل مع حضراتكم. مستمرين في منظومة دعم الأسمدة. احنا النهاردة سعر السماد اللي موجود ما بين 4500 ل5000، بينما السعر العالمي ما بين 11 إلى 12000 جنيه. ولكن الدولة المصرية حريصة عشان دعم الفلاح باستمرار منظومة دعم الأسمدة. وعلى الرغم من كل هذه البرامج اللي الدولة المصرية والحمد لله بتنفذها، الحقيقة كان في توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا للحكومة ان احنا نضع حزمة اخرى واضافية من الحماية الاجتماعية، واللي ان شاء الله الحكومة النهاردة بتعدها وان شاء الله هنعرضها على فخامة الرئيس ونشوف توجيهات فخامته في خلال الفترة القادمة عشان نوسع باكبر عدد ممكن قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية اللي الدولة المصرية النهاردة بتخاطبهم بيها، اخذا في الاعتبار وادراكا منا بالظروف الاستثنائية الغير مسبوقة اللي العالم بيمر بيها. كمان الدكتور مدبولي قال أنه على الرغم من الزيادة اللي حصلت في أسعار الوقود، لكن مصر بتصنف واحدة من 10 دول الأرخص في تسعير السولار على مستوى العالم، وواحدة من 20 دولة الأرخص في تسعير البنزين. لكن طبعا مع المستجدات اللي موجودة وأصبحت كل التقديرات أن هذه الأزمة العالمية حتطول أمدها وتأثيرها على مدار يمكن سنة أو أكتر من النهاردة، كان لازم نتعامل مع الوضع ده كحقيقة واقعة ونعيد تخطيط أرقامنا وتخطيط ميزانيتنا علشان بقدر الإمكان نستوعب جزء من الخسائر الكبيرة اللي هتبقى واقع على الدولة. عشان كده يمكن كانت الزيادة اللي حصلت امبارح كعهدنا مع كل المواطنين ان احنا بنتحمل الجزء الاكبر من الزيادة ونمرر جزء بسيط من الزيادة دي على المواطن. يبقى احنا كان ببساطة شديدة المفروض زي اغلب دول العالم النهاردة كان يبقى سعر السولار يروح ل 11 جنيه اللي هي التكلفة اللي عندنا، لكن فعليا احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنزود فقط جزء يسير عشان ادراكا مننا لأن احنا عايزين نخفف بقدر الإمكان الأعباء عن المواطنين في كل هذه الزيادات. فبالتالي كان هذا القرار اللي احنا بناخده علشان مجرد ان احنا ما زلنا بنتحمل الجزء الأكبر كدولة، ولكن المواطن يشيل معانا جزء بسيط من هذا الموضوع. انا عايز اقول ان بالرغم من الزيادة اللي حصلت امبارح، ما زالت مصر بتصنف بالنسبة لسعر السولار كواحدة من أرخص 10 دول على مستوى العالم، وبالنسبة لسعر البنزين واحدة من أرخص 20 دولة على مستوى العالم. ومبارح أنا يمكن يعني تابعت بنفسي النقاش اللي حصل، إن يعني بعض الناس لما قالت هذا الكلام طلع بعض الخبراء وقالوا لا إحنا ما نقارنش هذا الموضوع السعر بكام، لازم نقارنه بمستوى دخل الفرد، وحصل نقاش وجدل على هذا الموضوع. لكن هناك حقيقة لا جدال فيها، مصر من أرخص دول العالم، من أرخص 10 دول في تسعير السولار. أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، إذا بصينا على العالم السولار دائما هو أغلى منتج في المواد البترولية، إحنا عندنا العكس في مصر. لما نيجي نبص على الأسعار بنحط السولار دائما هو أرخص شيء لأنه هو متواجد عندنا بظروف مصر. السولار متداخل في حاجات كثيرة جدا، هو اللي بيشغل السيرفيس وبيشغل الميكروباصات وبيشغل وسائل النقل العام، بيشغل المواتير بتاعة المية والجرارات الزراعية. فبنحاول بقدر الإمكان ان احنا نتحمل الجزء الأكبر من الزيادة ونمرر أبسط شيء للمواطن المصري. لكن تظل الحقيقة ان مصر حتى مع الزيادات اللي حصلت من أرخص دول العالم، وانا بقولها هو، وبالمقارنة بدول بقى أخرى مستوى دخل الفرد فيها، ودي بنتكلم على عشرات الدول، مستوى دخل الفرد فيها أقل بكثير جدا من دخل الفرد المصري، ولكن سعر المنتجات هناك أعلى بكثير من السعر اللي موجود في مصر. الحقيقة يمكن منذ الأمس من بدء تطبيق والإعلان عن هذا القرار كنت يعني حريص على المستوى الشخصي بالتواصل مع كل المحافظين ومعالي وزير التنمية المحلية علشان نقدر إن احنا نشوف على الأرض ونمهد للتطبيق العادل
لفروق الأسعار فيما يخص تعريفة السيرفيس وموضوع النقل الجماعي، عشان نطمئن أن نستغل فرصة الأيام اللي فيها الأجازات دي أن احنا يحصل توافق على التعريفة الجديدة ويبدأ تطبيقها في الوقت اللي الأمور هادئة في الشارع، بحيث إن شاء الله مع بداية الأسبوع القادم يبقى كل المواطنين عارفين الأسعار وبينزلوا وهم عارفين ومؤهلين للأسعار والزيادات الجديدة. مش بس كده، رئيس الوزراء اتكلم عن الدعم اللي موجود في عدد من القطاعات وقال ان السنة دي هيتم زيادة في موازنة الدولة وتخصيص دعم للإسكان الاجتماعي بيقترب من 8 مليار جنيه، بالإضافة ل 11 مليار لملف التأمين الصحي وعلاج غير القادرين على العلاج أو علاجهم على نفقة الدولة، ده غير التوسع في تطبيق مظلة خاصة بالتأمين الصحي الشامل واللي تم تقليص مدة تطبيقها من 15 سنة ل 10 سنوات على مستوى الجمهورية. السنة دي مخصصين دعم للإسكان الاجتماعي لوحده يقترب من 8 مليار جنيه، بالإضافة إلى 11 مليار جنيه للتأمين الصحي وعلاج الغير قادرين على نفقة الدولة، ده بالإضافة للتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل. احنا كنا كل اللي كان عندنا من فترة من سنة كانت محافظة بورسعيد، النهاردة بقينا بنطبق في 6 محافظات، وكان توجيه فخامة الرئيس ان احنا نقصر مدة التطبيق، بدل ما كانت هتبقى 15 سنة تبقى 10 سنوات على مستوى الجمهورية، عشان كل المواطنين يستفيدوا من التأمين الصحي الشامل. الحقيقة من المقرر إن شاء الله خلال هذا العام أيضاً إن احنا نرفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بحيث إن المواطن اللي دخله مرتبه 2500 جنيه شهرياً ما يدفعش ضرائب، بدل ما هو حالياً بيبقى فقط اللي عنده اللي هو مرتبه 2000 جنيه هو اللي ما يدفعش. فإحنا إن شاء الله مع الإجراءات التشريعية اللي هتكتمل هيبقى بيزيد حد الإعفاء الضريبي، بدل ما يبقى 2000 جنيه يبقى 2500 جنيه شهرياً ما يدفعش فيها ضرائب خالص المواطن، وبالتالي ده كله بيتيح مرة أخرى آلية للتسيير على المواطنين. الحقيقة في مجال توفير السلع الأساسية ومع كل الأزمات الغير مسبوقة اللي حضراتكم شايفينها والارتفاع الغير مسبوق في أسعار كل السلع، الدولة المصرية بتبذل جهد غير عادي في تأمين أن يكون عندنا احتياطي استراتيجي من كل السلع الأساسية في حدود متوسط 6 أشهر، وده اللي الحمد لله وبفضل الله وكرمه قادرين أن احنا نحققه حتى في ظل كل هذه التحديات الغير مسبوقة وارتفاع سعر هذه السلع سواء القمح، زيت الطعام، كل السلع الرئيسية عندنا ولله الحمد في هذه اللحظة وأنا بتكلم مع حضراتكم متوسط 6 أشهر مخزون استراتيجي، وبالتالي ده بيؤمن الدولة أي نوع من أنا آسف الأزمات اللي ممكن تحصل، على الأقل بنبقى ضمنين إن لدينا احتياجاتنا وبنشتغل دايماً على أن هذا المخزون اللي هو 6 أشهر لا يقل بأي حال من الأحوال خلال الفترة القادمة. كمان يتكلم رئيس الوزراء عن معدلات البطالة وقال أنه ما ننساش أن معدل البطالة في 2014 كان 13% والنهاردة أصبح أقل من 7.5%، وده ما كانش هيتحقق من غير المشروعات القومية الكبرى اللي نفذتها الدولة المصرية، ومنها وفرت الملايين من فرص العمل للشباب. ناتج المحلي الإجمالي المصري بيتضاعف بأرقام غير مسبوقة في خلال الفترة اللي فاتت، أخذاً في الاعتبار الزيادة السكانية اللي موجودة، ولكن مع ذلك ومع الزيادة السكانية الحمد لله مستوى دخل المواطن المصري ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي بيزداد، وده اللي بيؤكد إن عشان الاقتصاد بتاعنا ينمو ونحقق الطفرات اللي احنا كلنا نتمناها لدولتنا لازم تستمر مشروعات التنموية الكبيرة. ويمكن أهم مشروع النهاردة الدولة المصرية وبنؤكد على حرصنا على الاستمرار في تنفيذه لأنه بيحقق كل يعني زي ما بنقول المعادلات الخاصة بعملية التنمية الشاملة والمتكاملة، هو مشروع حياة كريمة، لأن هذا المشروع العملاق مشروع بيخدم 60 مليون مواطن مصري في الريف المصري، بيحقق لهم مستوى جودة حياة لائقة من خلال مشروعات البنية الأساسية والخدمات، ولكن في نفس الوقت بيخلق فرص عمل كبيرة جدا على المستوى المحلي. ما ننساش حاجة مهمة جدا، احنا الدولة المصرية كانت في 2014 معدل البطالة كان 13%، النهاردة احنا الحمد لله أقل من 7.5%، بالرغم من كل التحديات اللي احنا فيها، ده كله ما كانش ممكن يتحقق إلا من خلال المشروعات القومية الكبيرة اللي الدولة المصرية نفذتها. وكفاية إن إحنا كل يوم ملايين الأسر المصرية بيرجع عائلها وهو في جيبه
المبلغ اللي يكفيه ان هو يعيش هذه الاسره، وده اللي احنا لازم ناخد بالنا منه. هذه المشروعات بالرغم انها كانت، بالاضافه الى انها كانت بتتيح مشروعات تنمويه كبيره وبتوسع الرقعه المعموره لمصر، ولكن الاهم هي خلقت ملايين من فرص العمل لشبابنا اللي لولا وجود هذه المشروعات ما كانش هتبقى عندهم هذه الفرصه. الدوله المصريه اعلنت عن خطتها في الفتره اللي فاتت للاصلاحات الهيكليه، وازاي زياده مساهمه القطاع الخاص في الاستثمارات العامه، والحقيقه واعلنا عن حزمه كبيره جدا من الحوافز لقطاع الصناعه بالتحديد، واللي احنا مصرين ان هذا القطاع ان شاء الله في خلال الثلاث سنوات القادمه ينمو بقفزات كبيره جدا عشان صادراتنا تزيد بقفزات كبيره، لان لا بديل لمصر غير هذا الموضوع. عشان لو كنا فعلا بنستهدف تقليل الفجوه من العمله الصعبه والفجوه الدولاريه، البديل الرئيسي هو زياده الصادرات وتعميق الصناعه جوه مصر عشان نقدر نحقق هذا الموضوع. يمكن هو ده مربط الفرس اللي احنا عاوزين نوصل له، فكرة اللي احنا نزود صادراتنا، مش بس نزود صادراتنا، اللي احنا نكون دولة منتجة، لأن علشان يزيد نصيب الفرد تحديدا من التنمية لازم يكون في إنتاج. احنا دولة عندنا الموارد البشرية كبيرة جدا، لكن حتى الآن لم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل، وللأسف كلنا بننتظر وظيفة عمل حكومية. مفيش حاجة في الدنيا أو في العالم كله بتمشي كده، دايما أفكار الشباب والمشروعات هي اللي بتكون ركيزة أساسية من ركائز التنمية. طيب تعالوا نشوف، امبارح حصل مجموعة مهمة أيضا من الأخبار والموضوعات، منها اجتماع مجلس المحافظين اللي عمله رئيس الوزراء واللي أكد فيه على ضرورة المتابعة المستمرة والفرض الخاص بالرقابة الصارمة على الأسواق. وكمان وزيرة التخطيط شاركت امبارح في اجتماع لجنة في الأمم المتحدة، واستعرضت جهود مبادرة حياة كريمة في التنمية المستدامة، بالإضافة لأخبار تانية كتير حصلت امبارح هنتابعها من خلال التقرير التالي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وخلال الاجتماع أكد ضرورة متابعة الموقف في كل المحافظات في ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خاصة إنها تضمنت زيادة سعر السولار لأول مرة من 30 شهر. وأكد مدبولي على المتابعة المستمرة على عدم استغلال الأوضاع وفرض رقابة صارمة على الأسواق. امبارح شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة عن مصر في جلسة رسائل من الأقاليم الجغرافية المنعقدة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. خلال الجلسة استعرضت الدكتورة هالة السعيد التجربة المصرية في مواجهة تداعيات كوفيد-19، وكمان أشارت إلى إطلاق مصر المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة اللي بتعد أكبر مشروع تنموي بيهدف لإنشاء مجتمعات ريفية مستدامة. امبارح برضو بدأت بعثة حج القرعة في تسيير الجسر الجوي بين جدة والقاهرة لإعادة حجاج القرعة عقب انتهائهم من أداء مناسك الحج، ورفعت غرفة عمليات بعثة حج القرعة درجات الاستعداد لإعادة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن. كمان البعثة الطبية المصرية للحج قالت امبارح إنها قدمت 21422 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة. الخدمات دي بتتضمن زيارات مرضى ضغط والسكر وآلام العظام، واللي بتحتاج متابعة دورية ما بين كشف وصرف علاج بالمجان. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي أخبار وزارة الداخلية، واللي أجهزة وزارة الداخلية في الحقيقة بتواصل جهودها لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، وقامت بضبط كمان عدد من القضايا الخاصة بحجب السلع عن التداول بهدف زيادة أسعارها. تصد حاسم وفعال من أجهزة وزارة الداخلية لكافة الجرائم التموينية، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط 138 طن ملح طعام بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج ملح الطعام بالمنوفية،
قام بتجميعها بهدف بيعها بأزيد من سعرها المتداول بالأسواق. كما نجحت الإدارة في ضبط قرابة 60 طن دقيق أبيض ومكرونة وأرز وسكر. قام مالك ومسؤول عدد من مخازن وشركات لتجارة السلع الغذائية ومخبز بلدي بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها وبيعها بأزيد من أسعارها المتداولة، وذلك خلال حملات شنتها الإدارة بالقاهرة والبحيرة ومطروح وجنوب سيناء والقليوبية والشرقية. وتمكنت من ضبط 6 أطنان دقيق بلدي مدعم بحوزة مسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة، قام بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء والاستيلاء على فارق الدعم المخصص لها، وهو ما يعد تلاعب في منظومة الدعم الذي توفره الدولة للمواطنين. كما نجحت الإدارة في ضبط أكثر من 100 طن مواد غذائية، قام مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة بحجبها عن التداول بالأسواق وعدم الإعلان عن أسعارها بهدف بيعها بسعر أزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة. وضبط 233 طن أقماح مستوردة ودقيقة، قام المسؤول عن مطحن بالقليوبية بتخزينها لبيعها بأزيد من السعر المتداول. كما تمكنت الإدارة من ضبط قرابة 10,000 طن أقماح محلية ومستوردة بحوزة المسؤول عن مطحن بالشرقية، وهي مجهولة المصدر، كان يهدف لبيعها بالسوق السوداء. واستمرارا للجهود الأمنية للتصدي لجرائم حجب السلع للتداول والنتائج الإيجابية المحققة في هذا الإطار، تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 300 طن أسمنت وحديد تسليح تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق محافظات الإسكندرية والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية. وعلى صعيد ضبط السلع منتهية الصلاحية، تمكنت الإدارة من ضبط 233 طن مخللات وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالشرقية ومالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالفيوم. ونجحت الإدارة في ضبط أكثر من 25 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل أن يتمكن مالك ومسؤول مخزن ومحل ومصنع لتجارة السلع الغذائية وإنتاج الأسماك المدخنة بأسوان والقاهرة والجيزة من طرحها بالأسواق، وهو ما يضر بصحة المواطنين. كما تم ضبط 112 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني وذات أثر ضار على الثروة الحيوانية، وذلك خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظتي الغربية والمنوفية. كما نجحت في ضبط 9 أطنان أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي وتؤثر بالضرر على الثروة الزراعية بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية والمسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية. وضبط 1250 طن أسمدة زراعية مدعمة خاصة بأحد البنوك ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية. قام مسؤول شركة لتجارة وتوزيع الأسمدة الزراعية بالبحيرة بتجميعها وإعادة تعبئتها داخل شكائر عليها علامات تجارية مقلدة للإتجار بها في السوق السوداء. طيب، لسه جهود وزارة الداخلية تحديدا بنتابعها، لأن امبارح الوزارة كثفت من التواجد الأمني بمواقف السيارات الخاصة بسيارات الأجرة تحديدا ومحطات الوقود في كل المحافظات، وده لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة ومنع احتكار المواد البترولية. انتشار أمني مكثف لوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية
حيث واصلت الأجهزة الأمنية تواجدها في مواقف السيارات ومحطات الوقود بمختلف المحافظات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة من قبل كل محافظة ولمنع احتكار المواد البترولية. كما نظمت الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمختلف المحافظات حملات مرورية على طول خطوط السير للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة وفحص شكاوى المواطنين في هذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. في جولة المحافظات في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، منها تعيين 1193 شاب بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري في الدقهلية وتنفيذ 71 قافلة طبية شاملة التخصصات في المنوفية وإطلاق مبادرة المشاركة المجتمعية للحفاظ على البيئة في مطروح وأخبار تانية كتير خلونا نتابعها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر امبارح حصل فيها أخبار وأحداث كتيرة، أبرزها إعلان مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية تعيين 1193 شاب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 11 شاب من قادرون باختلاف. في الشرقية قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة إنه تم تقديم الخدمة العلاجية لأكثر من 33 ألف مريض بالمحافظة خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، وده في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين. في المنوفية قال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة إنه خلال عام تم تقديم الخدمة الطبية المجانية شاملة التخصصات المختلفة لأكثر من 100 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية بجميع أنحاء المحافظة، وده من خلال 71 قافلة طبية علاجية نظمتها مديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة. في أسوان قال الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية إن الحديقة بتعتبر من أبرز المزارات السياحية الهامة في العالم واستقبلت على مدار أيام عيد الأضحى المبارك 2000 زائر مصري و150 زائر أجنبي. في إطار مبادرة محافظة سوهاج أحلى وهي خضرة، زرعت الوحدة المحلية لحي الكوثر 1000 شجرة كونوكارس، وده في إطار الاهتمام بأعمال التشجير والتجميل بشوارع وميادين الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والقرى. في مطروح تم إطلاق مبادرة للمشاركة المجتمعية بهدف الحفاظ على البيئة والنظافة العامة وإظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق بها وتشجيع الأهالي وزوار المحافظة على الحفاظ على النظافة العامة. في أسيوط تم الإعلان عن مسابقة اختيار القيادات الوسطى بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية الترقيات والتدرج الوظيفي للقيادات والمعلمين ومسؤولي التعليم تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والنهوض بالمنظومة التعليمية. كمان في سوهاج تم البدء في إنشاء 5 بيوت أنوال جديدة بقرية النسيك في حي الكوثر بتنفيذ من مديرية الإسكان، وده في إطار خطة المحافظة لدعم الحرف التراثية والمنتجات اليدوية اللي بتشتهر بيها. تعالوا نروح نشوف الأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل، لأن في مجموعة كبيرة من الأخبار هتحصل النهاردة، منها تسيير 12 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، والنهاردة هتنطلق بطولة العالم للسلاح للرجال والسيدات بالقاهرة. كمان منتخب مصر هيواجه منتخب الجزائر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة مصر للطيران هتسير 12 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، وده بواقع 9 رحلات جوية من جدة للقاهرة و3 رحلات جوية من المدينة المنورة للقاهرة.
النهاردة كمان هتشهد سماء مكة المكرمة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، وده التعامد الثاني والأخير السنة دي. الجمعية الفلكية بجدة قالت إن التعامد الثاني هيحدث مع عودة الشمس ظاهرياً قادمة من مدار السرطان متجهة جنوباً لخط الاستواء، والشمس هتتوسط خط الزوال عندما تكون على ارتفاع 90 درجة تقريباً، وهتصبح على استقامة واحدة مع الكعبة المشرفة اللي هيختفي ظلها وقت أذان الظهر في المسجد الحرام. برضو النهاردة هتنطلق بطولة العالم للسلاح للرجال والسيدات، واللي هتستضيفها صالة استاد القاهرة الدولي، وهتستمر لحد يوم 23 يوليو. جدول البطولة بيضم منافسات سلاح سيف المبارزة سيدات وسلاح السيف رجال، وهتبدأ منافسات سلاح سيف المبارزة سيدات الساعة 9 الصبح بمشاركة 161 لاعبة، أما منافسات سلاح السيف رجال هتبدأ الساعة 1 الظهر بمشاركة 149 لاعب. لعشاق كرة اليد موعدهم النهاردة مع مباراة منتخب مصر لكرة اليد الرجال مع نظيره الجزائري، وده هيكون الساعة 8 بالليل في الدور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد الرجال. شادينا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم تاني بعد الفاصل، خليكم معنا. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، وجه دلوقتي معاد فقرة الطقس. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. أما بالليل فالجو هيكون معتدل رطب على كل الأنحاء. النهاردة في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء، وكمان في نشاط للرياح على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وده هيؤدي لارتفاع الأمواج بحوالي مترين لمترين ونص، ده غير أنه في ارتفاع في نسب الرطوبة الصبح، وده هيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم بتتراوح بين درجتين لثلاث درجات. لتفاصيل أكتر خلونا نروح لدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور. يعني بقى لنا كام يوم كده والبلاد بتشهد نوعا ما استقرار في درجات الحراره، هل ابتداء من بكره فعلا هيكون في ارتفاع تدريجي في درجات الحراره؟ هو طبعا هيكون ابتداء من بعد غدا من يوم الاحد ان شاء الله هيكون في ارتفاع تدريجي وطفيف في درجات الحراره، يعني هتبدا درجات الحراره ترتفع تكون 35 درجه مئويه، مع منتصف الاسبوع هتوصل ل 36 و37 درجه مئويه. هنتحول لاجواء شديده الحراره الرطبه خلال فترات النهار، لان اغلب الكتل الهوائيه تظل قادمه ما بين البحر المتوسط والصحراء الغربيه، فتؤدي لارتفاع درجات الحراره واستمرار ارتفاع نسب الرطوبه، فبالتالي درجات الحراره المحسوسه نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه هتوصل ل 39 درجه و40 درجه مئويه، ده طبعا خلال منتصف الاسبوع القادم، لكن اليوم وغدا ان شاء الله مستمرين في الاستقرار في الاحوال الجويه، درجات الحراره بتكون حول المعدلات ويمكن كمان اقل من المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. ما زلنا متأثرين بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي معاه كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط بتؤدي لارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات النهار وخلال فترات الليل، يمكن نسب الرطوبة هي العامل المهم خلال فصل الصيف اللي بيخلينا نحس أكتر بارتفاع درجات الحرارة. الأجواء هتكون أجواء حارة رطبة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب البلاد جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، ده طبعا مع زيادة كمان فترات سطوع أشعة الشمس. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس الأجواء معتدلة تماما على كافة أنحاء الجمهورية، لكن الأجواء تكون معتدلة رطبة لأن نشاط الرياح هيكون نشاط رياح نسبي هينحصر فقط في المناطق الموجودة في جنوب البلاد، لكن أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد مش هيكون عليها نشاط رياح، فنحس أكتر بارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات الليل. بالإضافة أيضا متوقع استمرار تكون شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، سواحلنا الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، لكن زي ما بنقول هي شبورة مائية خفيفة ما بتأثرش تماما على حركة المرور، لكن بتأدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، دايما نخلي بالنا منها والقيادة تبقى دايما بهدوء وحذر شديد في ميعاد تكون الشبورة المائية، لكن هي بتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، يعني
يعني على الساعة 6 صباحا الشبورة المائية بتتلاشى تماما. بالإضافة كمان ما زلنا متأثرين بنشاط رياح الموجود على مسطح البحرين الأحمر والمتوسط، سرعات رياح على البحر بتوصل 50 كيلومتر على الساعة، فده بدوره بيؤدي لارتفاع الأمواج اللي بتوصل لي 2.5 متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر. فدايما التحذير هنا من السادة المصيفين، عاوزين دايما نبقى موجودين في أماكن قريبة من الشاطئ، بلاش التعمق داخل البحر المتوسط أو حتى كمان البحر الأحمر. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي خلونا نتابع درجات الحرارة المتوقعة، والبداية هتكون من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 34 والصغرى بتسجل 24، الإسكندرية العظمى 30 والصغرى بتسجل 24، مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى بتسجل 22، سيوة العظمى 35 والصغرى 20، بورسعيد العظمى 30 والصغرى بتسجل 24، دمياط العظمى 29 والصغرى بتسجل 24، الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 24، السويس العظمى 34 والصغرى بتسجل 24. هنروح للعريش، العظمى 31 والصغرى بتسجل 24، سان كاترين العظمى 32 والصغرى 18، طابة العظمى 33 والصغرى بتسجل 24، شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 28، الغردقة العظمى 37 والصغرى بتسجل 27، الفيوم العظمى 34 والصغرى بتسجل 23، بني سويف العظمى 35 والصغرى بتسجل 23، المنيا العظمى كمان 35 والصغرى كمان بتسجل 23. هنروح لأسيوط، العظمى فيها بتسجل 35 والصغرى بتسجل 23، سوهاج العظمى 36 والصغرى بتسجل 25، قنا العظمى 37 والصغرى 26، الأقصر العظمى 38 والصغرى 27، أسوان والوادي الجديد بيسجلوا أعلى عظمى النهارده وهي 39، الصغرى في أسوان بتسجل 28 وفي الوادي الجديد بتسجل 27، شلاتين العظمى 36 والصغرى 27، وأخيرا حلايب العظمى 34 والصغرى بتسجل 26. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وباسنت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك يا ليندا. طبعا كلنا عارفين ان المنطقة المشهورة بمحلات الساعات في العتبة من وسط البلد هي المحلات دي تحديدا، فيها محلات كمان متخصصة في العتبة في تصليح وبيع الساعات القديمة، خاصة الساعات اللي هي البنادول الخشب بتاعت زمان دي، اللي يعني بعضها بيعود لبداية القرن العشرين. قصة طويلة كده، تعالوا نتابعها من خلال التقرير التالي. محل البيع وتصليح الساعات الكلاسيكية والعتيقة في ميدان العتبة بياخد زباينه في رحلة عبر الزمن. بمجرد دخول المحل بتجد الجدران بتتزين بالعشرات من ساعات البندول الخشبية اللي بيعود تاريخ بعضها لمطلع القرن العشرين. صاحب المحل أشود بابازيان هو أرمني مصري ورث المحل عن جده، وبيفتخر بقدرته على تصليح الساعات القديمة والحفاظ على هذه المهنة والطابع الأصيل للمحل. عندنا قطع عرب من أيام جدي، في أدراج مليانة حاجات، وساعات بكتشف حاجات ما كنتش شفتها قبل كده. ده حاجة. ثاني حاجة عندنا خراطة. ثالث حاجة الحاجات القديمة لما بتجيلي حد بيجيبها لي من الأرياف مثلا عشان أشتريها، لو قطع عرب فيها سليمة بشتريها وبفكها بخزنها. وعندنا الخبرة، بقالنا سنين بنشتغل في المهنة دي، فالحمد لله يعني معظم الحاجات بترجع لأصلها. بيقول أشاد أن الساعات القديمة من أحسن الحاجات اللي ممكن تقتنيها وتحتفظ بيها، لأنها جزء من عيلتك وجزء من تاريخك، سواء كانت ساعة حيط أو ساعة يد. بني آدم دايماً بيحب يحتفظ بالقديم، والقديم ده من أحسن الحاجات اللي ممكن تقتنيها، أنها بجزء من عيلتك، جزء من تاريخك، سيان إذا كانت ساعة حيط أو ساعة يد. أنا طول الوقت بيقولي ناس بساعات قديمة كانت بتاعت أجدادهم لقوها في البيت وهكذا، وبنصلحها وبنجددها ونرجعها تاني زي ما كان. وروى بابازيان قصة ساعة قديمة بتعود لثلاثينيات القرن الماضي. الساعة دي ساعة حيط قديمة ألماني من الثلاثينات، زي معظم الساعات التانية، وشكلا زي التانيين تقريبا.
الفرق ايه؟ ان المينا عليها رسمه المنطاد الزيبلين. زيبلين لما اتعملت في الاول ليها صوره فوق الاهرامات هنا في مصر. بس الموديل ده كان اتعمل على الرحله دي على وجود المنطاد في مصر، عشان كده حطوا صوره الزيبلين وكتبوا تحتها زيبلين مع انها ماركه الماني. زباين أشد بيقولوا إنه دايماً في علاقة خاصة بين الناس والساعات العتيقة. هي الساعات الملو دي الواحد لما بيملاها الصبح كل يوم بيبقى ظابط معاد معين بيتملي فيها، وأحياناً الواحد بيفوته لكن الساعة بتلحق، يعني على حسب لحقتها إمتى. هي مفروض بتعدي أكثر من 24 ساعة رغم عمرها الطويل، بتعدي الـ 24 ساعة. فبيبقى بينك وبين الساعة نوع من العلاقة، غير لما بتلبس ساعة برضو من القدام أوتوماتيك انك بتملاها كل يوم الصبح دي. بس فالناس ابتدت ترجع للفكر القديم ده، هو في ناس بتحب ده وانا منهم. مشاهدينا، موجز الاهم واخر الانباء مع ليندا، تفضل يا ليندا. شكرا بسنت. الثامنة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى برلين يومي 17 و 18 من يوليو الجاري على رأس وفد كبير، يعقد خلالها لقاءات ثنائية مع رئيس الاتحادي شتاينماير والمستشار الاتحادي أولاف شولتس وعدد آخر من الأعضاء البارزين بالحكومة الألمانية، فضلا عن مشاركته في مؤتمر حوار بيترسبرغ للمناخ. أعلن ذلك سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان، مؤكدا أن زيارة الرئيس السيسي إلى برلين من شأنها أن تؤكد من جديد عمق العلاقات الألمانية المصرية والاهتمام المشترك لكلا البلدين بتعميق التعاون في مجال حماية المناخ والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وأضاف السفير الألماني أنه بالإضافة إلى موضوع حماية المناخ الذي يمثل أولوية مشتركة، سوف تتمحور هذه الزيارة حول الاحتفال بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والعلاقات الثنائية والتبادل الثقافي والاقتصادي وقضايا إقليمية ودولية أخرى. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن العالم يعاني من تداعيات كبيرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وموجات التضخم غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم. وفي كلمة له من مدينة العالمين، أضاف مدبولي أن الحكومة حريصة دائما على توضيح الحقائق ليعلم المواطنون كيف تتحرك الدولة المصرية لدعم وحماية المواطنين. وفيما يتعلق بزيادة أسعار المنتجات البترولية وعلى الأخص السولار، أوضح مدبولي أن مصر دولة مستوردة للمنتجات البترولية بإجمالي 100 مليون برميل سنويا. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن عملية التفاوض حول موضوع الحبوب مستمرة، وأشار بيسكوف في حديثه للصحفيين أن موضوع الحبوب من اختصاص العسكريين الروس، لافتا إلى أن التقارير حول هذا الموضوع تصدر عن العسكريين. حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين من أن محاولات الدول الغربية إطلاق العنان لدوامة العقوبات ضد روسيا ستؤدي إلى ركود عالمي. وأوضح فيرشينين أن اضطراب أسواق السلع العالمية كان نتيجة الحسابات الخاطئة في سياسات الاقتصاد الكلي والغذاء والطاقة لأكبر اقتصادات الدول الغربية حتى قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. The only foundation for any political solution for this inter-Ukrainian crisis. ذكر بيان لمكتب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن الرئيس رفض استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي وطلبه بمخاطبة البرلمان للحصول على صورة واضحة للوضع السياسي في البلاد. وكان دراغي قد تقدم باستقالته بعد أن رفضت حركة 5 نجوم أحد أعضاء ائتلاف الوحدة الوطنية دعمه في تصويت بالثقة على خطته لمكافحة ارتفاع الأسعار. وقال دراغي إن الائتلاف الذي دعم حكومته لم يعد موجودا.
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 113 حالة مصحوبة بأعراض، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 227,143 حالة. وأضافت اللجنة في بيانها اليومي أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 5,226 حالة. أما رياضيا، ففاز سيراميكا كليوباترا على ضيفه الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز. وسجل خماسية أصحاب الأرض كل من محمود نبيل ومصطفى سعد وشادي حسين وشريف دابو وحمزة مجدي، وبهذا الفوز تقدم سيراميكا إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة، فيما تراجع الاتحاد إلى المركز العاشر بعدما توقف رصيده عند 28 نقطة. نهاية موجز الثامنة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. يمكن الشغل الشاغل وحديث مواقع التواصل الاجتماعي بقالنا كام يوم كده، شايفين أخبار بتتداول ومعلومات على المنصات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص فيروس. الفيروس ده اسمه ماربرج. الفيروس ده تكلمت عنه منظمة الصحة العالمية وقالت أعراضه عبارة عن حمى نزيفية شديدة، صداع، ارتفاع في درجة الحرارة. هل المرض ده خطير؟ هل ظهرت أي إصابات بخصوصه في بعض الدول في العالم؟ وهنا تحديدا بنتكلم على محيطنا، بنتكلم على الدول العربية كمان أو مصر. كل ده هنتعرف عليه دلوقتي من خلال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، اللي موجود معانا على التليفون. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ أحمد. دكتور، في البداية يعني إيه هو فيروس ماربرج؟ هو فيروس ماربرج هو من فيروسات الحمى النفسية زي ما اتفضلت بالظبط. يعني فيروسات الحمى النفسية، الناس يمكن أكتر حمى نفسية عارفينها الإيبولا. نعم. كل الفيروسات اللي بتعمل الحمى النفسية هي بتبدأ يعني زي ما اتفضلت كده، الصداع والغثيان ويعني وجع في البطن مع كده الإسهال. بعد كده بيبتدي يحصل بعد أسبوع نزيف لغاية ما بيحصل إما تداعيات ووفاة أو أن هو الشخص نفسه بيخف. طبعا هي نسبة الوفيات بتاعت ماربرج عالية شوية، ممكن توصل لغاية 80%، ولكن الحمد لله هو ماربرج يعني صعب الانتشار. يعني إحنا دلوقتي عندنا حالتين في غرب أفريقيا. نعم. والسنة اللي فاتت، عشان هو بس مش فيروس جديد، إحنا السنة اللي فاتت كان في حالة. بعد الحالة الفيروس انتشار وقف، فهو صعب جدا أن هو ينتشر. هو طبعا من اول يعني مش هيوصل لكونه يعتبر جائحه. ده اعلى مره جت موجه الماربرج تعادى فيها 230 شخص بس، مش اكتر من كده. بعد كده الفيروس نفسه اختفى. هو موجود من 67. يعني هو اتسمى ماربرج عشان هو اول مره تم اكتشافه كان في ماربرج في المانيا في 67. المرض والفيروس نفسه قديم، وبعد كده حصل تقريبا في حدود في العالم كله 5 وجات فقط لا غير. وده ما قلت لك يعني اعلى موجه كانت 230. فالناس ما تقلقش، فيمكن احنا ابتدينا نبقى متعرفين اكتر على الفيروسات والموضوع شددنا ومهم من الراي العام، فابتدينا نتتبعها. لكن طبعا هو كل سنه بيحصل فيروسات وبيحصل انتشار لفيروسات، احنا عاده الغير مهتمين بالامر بيعدي عليهم مرور الكرام، ممكن ما لا يتم ذكره حتى في اي صحيفه او في اي موقع الكتروني. طبعا احنا يمكن من المميزات القليله لكوفيد ان احنا بقينا مهتمين باسامي الفيروسات وانتشارها ازاي، وممكن اتمنى ان ده يبقى منعكس على البحث العلمي للفيروسات والاوبئه اللي ما كانش قبل كده يعني ولا عليه تسليط لاي ضوء ولا عليه ميزانيات ضخمه. وفي نفس الوقت بس مهم ان ما يبقاش فيها تهويل، ان مثلا انا شفت برضو على السوشيال ميديا مثلا ان
مسمينه ظهور فيروس اشباح. بالظبط دكتور اسلام بعد التحيه. بالظبط زي ما حضرتك قلت انه يمكن الناس على السوشيال ميديا ضخمت الموضوع وقالت انه بيحول الناس لزومبيز او لاشباح، ايه السبب ان الناس بقت بتضخم الفيروسز عامه بعد كورونا بالذات؟ يعني هل ده خوف مبرر ولا لا؟ صباح الخير استاذه بسنت. هو الفكره كلها ان احنا يعني للاسف بنتعامل مع الاخبار العلميه ان ايه اللي بيجيب مشاهدات اكتر او ايه اللي ممكن يبقى ليها صدى او نويز اعلى. طبعا هو من ضمن الصفات لماربورج وكل الحمى النفسيه ان هو بيخلي الشخص عنده نحول في اول اسبوع، يبتدي يبقى عنده جفاف شديد، ويبقى ملامح وشه نفسها خلاص ما فيش ميه في الوش، فيبتدي يبقى وشه جاف. فمن ضمن الوصف بيكتب ان هو ممكن يبقى شكله قريب من شكل زي ما يكون العيان شبه الشبح. دي مكتوبه في بعض المراجع العلميه. طبعا احنا فيروس ماربورج مش هتجيب مشاهدات او مش هتجيب يعني قرايه او انتشار زي ما هكتب فيروس الشبح. فللاسف احنا محتاجين يبقى في ضوابط بس للصحافه المتخصصه شويه اكتر من كده، خصوصا ان الحاجات دي ممكن تعمل بانيك وممكن تعمل ضار عند بعض الناس، واحنا يعني للاسف يعني ما عندناش قوي طبعا خبره علميه، الناس كلها ده فقط المتخصصين. فالتهويل ده غير مبرر يعني، بس غير مبرر وملوش اي لازمه يعني. بالظبط كده. فيعني بس نتمنى فعلا ان يبقى في دور اكتر كده لتحديد يعني اجراءات معينه في الصحافه المتخصصه الطبيه، لان احنا الصراحه كل يوم بنقرا وبنشوف على السوشيال ميديا اخبار ملهاش اي علاقه بالعلم، ولكن طبعا هي يعني بتعامل معامله زي ما نقول البنك او يعني الحاجه اللي بتجيب اكتر يعني المشاهدات. فالناس ما تقلقش، ما فيش مشكله. عمر ما ماربورج ظهر في شمال افريقيا اصلا، عمر ما كان في اي حاله في مصر. الحالات كلها بتيجي برضه عدوى من خفافيش الفاكهه. انا بس لو هنقول حاجه، احنا بنقول في دلوقتي نمط او باترن خلاص بقينا شايفينه، احنا كل ما بنتعامل مع الحيوانات البريه كل ما بيظهر فيروسات، كل ما بيظهر امراض احنا في غنى عنها. يعني برضه لازم يبقى في يعني حركه دوليه. انا عارف طبعا يعني احنا بنتكلم على نطاق محلي، ولكن على الحركه الدوليه ان يبقى في وقف لاي تعامل مع حيوانات بريه. ادينا شفنا اللي بيحصل وراها يعني. طيب دكتور اسلام، يعني حضرتك اشرت في بدايه الكلام عن كوفيد، ويمكن هو ده سبب من اسباب التهويل اللي اصبح موجود عند الناس ما بعد الجائحه، وبقى الكل بيضخم من ده. وللاسف احنا بقينا دلوقتي ناخد او نستقي الاخبار من مواقع التواصل الاجتماعي دون مرجعيه حقيقيه او اسس لهذه المعلومات المتداوله. خلينا نعرف برضو نستغل وجود حضرتك معنا في صباح الخير يا مصر، ونعرف ايه هو الجديد في كوفيد دلوقتي، لان في دلوقتي انتشار للوباء من تاني. ده صحيح. لو متذكر احنا كنا اتقابلنا في شهر ابريل وكنا قلنا ان للاسف هو مش هيبقى فيه الموجه الخامسه فقط، هيبقى فيه موجه سادسه كمان في اخر شهر 6 و7، وده اللي حصل. احنا حاليا في الموجه السادسه الكوفيد. نعم. احنا زي ما كلنا ملاحظين في انتشار كبير، طبعا هو اغلبه ما بين الشباب، بس ده عشان نسبه وتناسب، يعني دول اكتر فئه في المجتمع بيتحرك، اكتر فئه مش مهتمه ان هي تحافظ على نفسها، واكثر فئه يعني متعرضه اكثر للفيروس. فبالتالي احنا عندنا اصابه عاليه، الاصابه الحمد لله حتى الان خفيفه، مفيش اصابات كثيره تستدعي المستشفى، الاصابات اللي تستدعي عنايه مركزه اصابات نادره، الحمد لله الوفيات اقل لسه من 1%، فبالتالي ما عندي الحاله الوبائيه الحمد لله ضعيفه. ولكن المشكله مع اوميكرون 4 و5 اللي هو حاليا موجودين في الموجه ديت، ان هو زي ما نقول هو فيروس او التوب فيروس بتاعه ده ريزلت شويه. البوست كوفيد سندروم بتاعه او اللي هو متلازمه ما بعد الاصابه كوفيد او اللونج كوفيد هي ارخم حاجه فيه. الناس بيجي لها اصابه خفيفه ممكن تقعد 4 ايام، ولكن بعد الاصابه وبعد التعافي بيجي لهم وهم مزمن، في ناس بيجي لهم اختلال شويه في حاسه الشم والتذوق بتقعد معاهم فتره طويله. في ناس بيجي لهم صداع اوقات، وده حصل في حالات نادره، بيحصل تريجرنج او تحفيز لامراض كانت هتظهر في المستقبل عند الشخص وبتظهر بسبب كوفيد، زي الامراض المناعيه بنتكلم زي روماتويد ارثرايتس، فايبروماليجيا وخلافه. فبالتالي الناس ما تستهترش ان هو مش اشكال ما هتيجي الموجه خفيفه وتخلص. لا هو للاسف يعني احنا شفنا حالات كتير بتكمل معاها بعد التعافي، وممكن تقعد شهر 3 شهور او تقعد سنه. طبعا هو
علاجها كله محتاج ان الشخص يبقى يعني بيشرب ميه كتير، بيلعب رياضه، بيمشي على قد ما يقدر عشان يقدر جسمه يستعيد تاني ونشاط. ولكن احنا الحاله الوبائيه اللي فيها دي هتقعد تقريبا 6 اسابيع، وباذن الله لو استمرينا بنفس النمط هيفضل برضو الحالات خفيفه. مهم نحافظ الشهرين دول على خصوصا كبار السن، الناس اللي عدى عليهم 6 شهور هم اولويه ما خدوش التكفين والاكثر فئه معرضه، بعد كده كبار السن اللي عدى عليهم 3 شهور دول الفئه رقم 2 اللي لازم يروحوا ياخدوا الجرعه المنشطه. نعم دكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، والحمد لله يعني نقدر نقول الامور حتى هذه اللحظه تحت السيطره وهتفضل كده، لكن باتباع الاجراءات الاحترازيه والطبيعي. يعني يا ريت ان احنا نرجع تاني نلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، اللي ما خدش الفاكسين او اللقاح ياخد الفاكسين، اللي ما خدش الجرعات التنشيطيه ياخد الجرعات التنشيطيه، عشان خاطر احنا لازم العالم كله دلوقتي الحالات بتزيد واحنا عندنا كمان الحالات بتزيد، فاحنا لازم ناخد بالنا عشان ما يبقاش في مضاعفات. وكنا اتكلمنا حتى امبارح في الحلقه على ان يمكن الفيروس المره دي او الموجه السادسه يمكن مش بصعوبه الموجات اللي قبل كده، لكن بالظبط ده حقيقي. صحيح. خلينا نروح لموضوع تاني كمان يا احمد، ونروح لمنتخب مصر لرياضه كره الجرس او كره الهدف، اللي حققوا نجاحات وبطولات ومشاركات دوليه ومحليه، عشان كده ولادنا من الابطال فاقدي البصر هيمثلوا مصر في بطوله كاس العالم، وبيستعدوا دلوقتي بشكل كبير للبطوله. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من رئيس الاتحاد المصري لكره الجرس وعضو اللجنه البارالمبيه احمد عوين. صباح الخير عليك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك. يعني في البدايه عايزين نعرف مشاهدين عن اخر انجازات منتخب السيدات والرجال من كره الجرس بعد اذنك. تحياتي لحضرتك استاذ هانم، وتحياتي لاحمد بيه والاخوه المشاهدين. اولا كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. كل سنه وحضرتك طيب. ان شاء الله يا مباركه على مصر وعلى العالم العربي كله باذن يعني الله. هو خلاص العيد خلص، دخلنا في الجد بقى. هو العيد كان جد برضه. اتفضل يا فندم. الجد برضه. ان احنا ما انقطعناش في العيد، شغالين وعندنا بعثه منتخب مصر لكره الهدف المشهوره من زمان يعني كره الجرس للمكفوفين. البعثه مكونه من فريقين، فريق للرجال وفريق للسيدات، وهم اوريدي موجودين دلوقتي في انقره في تركيا بيلعبوا في بطوله كاس انقره الدولي. يعني كمان ساعة تقريبا ساعة ونص من دلوقتي عندهم أول مباراة بإذن الله رب العالمين للسيدات، وبعدهم بساعة المنتخب الرجال هيلعب برضه مباراة الأولى إن شاء الله. احنا بنلعب البطولة دي في إطار الاستعدادات للمشاركة في كأس العالم اللي هتبقى إن شاء الله في البرتغال يوم 5/12 باذن الله رب العالمين، 5 ديسمبر السنه دي، وده بعد تاهل مصر من بطوله افريقيا اللي اقيمت في غانا لبطوله كاس العالم. ده اللي بيحصل حالا دلوقتي، هم خارجين من معسكر في المركز الاولمبي بالمعادي لتركيا على طول. كمان معسكر معاهم منتخب مصر لكرة القدم رجال بيستعد لخوض منافسات بطولة افريقيا في المغرب. نعم. الشقيق ده هيبقى في شهر 9 ان شاء الله. ومعاهم منتخب مصر لرفع لألعاب القوى ايضا بطولته في المغرب باذن الله في شهر 9 ايضا. استاذ احمد انا عندي سؤال، يعني كم بطوله كده تقريبا هيشارك فيها منتخبنا قبل كاس العالم؟ تعال نشوف. وحضرتك طبعا الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين بيمارس جميع العاب المكفوفين، كل اللي بيلعبه الكفيف الاتحاد بيشرف عليه، فاحنا عندنا اكثر من لعبه. خليني اقول لحضرتك كره الهدف رجال وسيدات اوريدي اتأهلوا لبطولة العالم في البرتغال شهر 12. نعم. هنلعب ان شاء الله البطولة اللي بتلعب دلوقتي حالا اللي هي تركيا، اللي هي في تركيا، وبعدين هيرجعوا منها على المعسكر المغلق ثاني علشان يشاركوا ان شاء الله في شهر 10 في هولندا.
الولاد والبنات برضو باذن الله، بطوله دوليه اوروبيه بنشارك فيها، كل ده استعداد للبطوله. عندنا بالنسبه لالعاب القوى هيلعبوا في المغرب ان شاء الله في شهر 9، وده دي بطوله رسميه مش تجريبيه، بطوله رسميه بيجمع منها نقاط وبتخش في الرانكينج، وكل دي مؤهله لباريس 2024 ان شاء الله. ان شاء الله. الفوتبول ايضا التاهل من بطوله افريقيا اللي هي في شهر 9، ولو ما كانش الاول بياخد، يعني الاول بيؤهل لباريس مباشره، الثاني بيبقى عنده بطوله ثانيه، فرصه ثانيه اللي هي بطوله الالعاب العالميه اللي هتبقى في انجلترا ان شاء الله في شهر اغسطس باذن الله 23، برضه بيؤهل منها باذن الله رب العالمين ان شاء الله. وفرصنا كويسه جدا بالنسبه للقدم، والهدف اوريدي تاهل يعني. كمان عندنا منتخب مصر لرفع الاثقال مكفوفين، دول معسكرين علشان يشاركوا. يعني احنا كده بنتكلم عن كم لعبه غير كره الجرس يا فندم؟ العاب القوى والقدم والباور ليفتنج والجودو، اربع لعبات. اوكي طيب، احنا حابه حضرتك تكلمنا عن لاعبي المنتخب سواء سيدات او رجال، عايزين نعرف الجمهور اكتر بيهم. يعني في الحقيقه هم ابطال، وان شاء الله في البطولات الجايه يشرفوا مصر ويكسبوا، عايزين نعرف الجمهور اكتر بيهم عشان نشجعهم والجمهور يشجعهم في الفتره الجايه. تمام، بشكر حضرتك جدا على الحكايه دي، لان الـ الـ الابطال دول ابطال عالم يعني، ومحققين ارقام سواء في اللعبه الجماعيه او اللعبه الفرديه. الجماعيه ما شاء الله ماشيين كويس قوي، الفرديه محققين ارقام. يعني مثلا لما اقول في رفع الاثقال كابتن مصطفى هلهول ده بطل عالم، كابتن ايه حماده دي بطل عالم، ومحققين ارقام باسمائهم يعني كاسرين ارقام، بل مصطفى هلهول وايه كسروا ارقامهم هم، يعني حققوا ارقام عالميه وكسروها بسم الله ما شاء الله. عندنا في الجودو مثلا ابطالنا او بطلتنا الاساسيه مروه حسان، دي لسه راجعه من بطوله العالم في كازاخستان ومحققه الخامس، ونقدر نقول حطت يعني احدى قدميها في باريس. عندنا كابتن صلاح صلاح برضو حقق السابع وقرب جدا من في لعبه ايه يا فندم؟ جودو. أوكي. جودو. بالنسبه للجول بول بناتنا مثلا حسناء الجبري وشيماء، وبالنسبه دول من اهم دول كباتن الفرقه. ايضا في الرجال في الجول بول كره الهدف يعني عندنا سيد حسان وكابتن كيلاني كابتن عمر، لا يعني كلهم اسماء معلمه كويس قوي في المجال وليهم يد طوله في الامر ده. وخليني بس ده واجب عليا ولازم اقوله، الشكر الحقيقي للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، لانه بجد بجد يعني في ظهرنا لابعد مدى. انا بقول لحضرتك ان احنا معسكرين في المركز الاولمبي، الاستاذ عاطف حموده مدير المركز، الاخوه كلهم هناك في وزاره الرياضه او التنفيذيين في المركز الاولمبي مش مقصرين معانا في شيء، وده يعني الدور المهم جدا اللي بتقوم بيه الدور الداعم يعني اكيد على الدوله. مشكورين جدا جدا جدا، ممثله في وزاره الرياضه، فانا بشكر كل دول اللي دول بيساعدونا في ان احنا فعلا نبقى على التراك، يعني ناخد وضعنا الطبيعي ونقدر نتقدم بالصوره دي. طيب استاذ احمد، لو في رياضيين حابين اللي هم يعني ينضموا لممارسه الرياضيات او الرياضات الخمس، ايه هي الشروط المتبعه او الخطوات اللي هم لازم يتبعوها علشان يكونوا يعني رياضيين في هذه الرياضيات؟ هو ببساطه شديده جدا، احنا صفحه الاتحاد على الفيسبوك، الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين.
بالعربي وبالانجليزي، الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين. نعم. Egyptian Blind Sports Association. يعني عايز يكتبها بالعربي هتطلع له، يكتبها بالانجليزي هتطلع له. يعني حد من ذويهم يقدر اللي هو يقدم من خلالها يعني، وفي متابعه لهذه الصفحه يعني. طبعا متابعه لحظيه. وعندنا بعض الانديه يقدر يتواصل معاها، ويعني بنسهل الامر ان الاتحاد بيقوم بالمساله دي يعني تعاونا مع اولادنا. احنا بنعمل كل فتره كمان تجارب، احنا لسه عاملين يوم 5/7 قبل العيد مباشرة عاملين تجارب حضر فيها عدد كبير جدا من الولاد اللي هم ما لعبوش معانا قبل كده، لكن شايفين في نفسهم ان هم يقدروا يأدوا، وكانت الأجهزة الفنية كلها موجودة وبصت على الولاد، واختاروا فعلا منهم بعض الولاد اللي هتمارس الجودو، وبعضهم اللي هيمارس البار ليفتنج، والبعض يعني كل جهاز اختار الولاد اللي يناسبوه وحسب رغبه اللاعب جاي عايز يلعب ايه. واحنا بنوفر لهم في بعض الالعاب، احنا كمان عندنا ما اتكلمناش عنها السباحه، لكن احنا لسه ما حققناش الارقام يعني اللي نقدر نقول. انا اتكلمت عن الالعاب الثانيه اللي هي اوريدي حققت، وان شاء الله باذن الله نلاقيها في باريس. يعني ان شاء الله كل ده يعني ناخد وعد كده من حضرتك ان كل ده خطوه من 1000 خطوه انتم مقدمين عليها يعني. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، وبدعم حضراتكم، لأن وقوف الإعلام ده شيء مهم جدا طبعاً. وفي التنبيه ده شيء مهم جدا جدا. أنا يعني وإحنا معاكم إن شاء الله في الخطوات الجاية، وأكيد بنشجعهم يعني، بنشجع كابتن مصطفى هلهول وكابتن آية حمادة وكابتن مروة وكابتن صلاح وكلهم، وإحنا وراكم ومستنيينكم إن شاء الله، وهندعمكم بشكل كبير، وان شاء الله لما تكسبوا تنورونا في الاستوديو باذن الله. يسعدنا ويشرفنا ان شاء الله. كل الشكر ليك الاستاذ احمد عوين، رئيس الاتحاد المصري لكره الجرس وعضو اللجنه البارالمبيه. يعني ان شاء الله كل التوفيق ليهم، ويرجعوا مشرفين رافعين علم مصر باذن الله في كبرى المحافل الدوليه والبطولات. دلوقتي مشاهدينا نطلع فاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم باقي الكلام وفقراتنا في صباح الخير يا مصر. بنصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية، وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. بداية أخبارنا الرياضية مع فريق إيسترن كامباني اللي حقق الفوز على مصر المقصة بنتيجة 2-1 خلال المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد باترو سبورت ضمن منافسات الجولة 24 لبطولة الدوري الممتاز. بالنتيجة دي بيرتفع رصيد إيسترن كامباني للنقطة 19 وبيحتل المركز 17 وقبل الأخير، وتجمد رصيد المقصة عند 14 نقطة في المركز الأخير. وامبارح فاز فريق سيراميكا كيلوباترا على الاتحاد السكندري بخمس أهداف دون مقابل في المباراة اللي جمعتهم على استاد المقاولين العرب ضمن منافسات الجولة 24 لبطولة الدوري الممتاز. الفوز رفع رصيد سيراميكا إلى 29 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 28 نقطة في المركز العاشر. We'll be right back.
ولسه بيواصل فريق الأهلي تدريباته عشان يستعد لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز، وريكاردو سواريش المدير الفني للفريق عمل اللعيبة فقرات بدنية متنوعة وخصص لهم جانب من التدريبات الفنية المحددة للمدافعين ولعيبة خط النص، ومدرب حراس المرمى عمل فقرات تدريبية وفنية للرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء. ومن ناحية تانية خاضت لعيبة الزمالك تقسيمة قوية، وقرر البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك مشاركة جمعة وأوناجم في التقسيمة لزيادة اللياقة الفنية عندهم عشان هيستعين بيهم في المباريات اللي جاية للفريق. الكرواتي كوفاتش المدير الفني لفريق فولسبورغ الألماني أعلن تمسكه بالدولي المصري عمر مرموش الموسم الجاي وعدم تركه للرحيل لأي من الدوريات الأوروبية الكبرى وسط اهتمام من إدارة برانتفورد بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. عثمان ديمبلي نجم فريق برشلونة قال إنه سعيد بتجديد عقده مع النادي لحد 2024، وده بعد توقيع عقده الجديد، وبكده هيستمر مع النادي لموسمين. وقال ديمبلي في تصريحاته بعد التجديد للبارسا: برشلونة هو فريق أحلامي منذ الصغر، وأحلم بلقب دوري أبطال أوروبا. نادي فلامينغو البرازيلي أعلن بشكل رسمي انضمام النجم التشيلي أرتورو فيدال لاعب خط النص في انتر ميلان السابق واللي انتقل للدوري البرازيلي بعد رحلة طويلة في قارة أوروبا خلال السنين اللي فاتت. ووقع فيدال على عقوده مع فلامينغو في الدوري البرازيلي وهيكون قميصه رقم 32. وفريق اسطنبول باشاك شهير التركي قدم نجمه الألماني مسعود أوزيل لوسائل الإعلام والجماهير امبارح، ونشر باشاك شهير بيان على موقعه الرسمي: نرحب بمسعود أوزيل في عائلتنا ونتمنى لي النجاح مع قميصنا البرتقالي والأزرق. المنتخب المصري والمنتخب الجزائري هيلتقوا النهارده في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، وشهد برنامج تدريب منتخب الفراعنة محاضرة فيديو تدريبات قوية عشان يكونوا جاهزين للقاء. نجح عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة رجال في التأهل لمنافسات الدور ال 16 من بطولة WTT Star Contender بعد الفوز في دور ال 32 من منافسات البطولة، وجه تأهل عصر بعد الفوز على لاعب اليابان المصنف السابع على العالم والأول في اليابان بنتيجة 3-2. وقبل المباراة دي كمان فاز عمر على الياباني شانسكي تجامي بنتيجة 3-1 في دور ال 64، وهيواجه عمر النهاردة منافسه الكوري ليم جونغ هون. وكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، دلوقتي هنرجع لأحمد وباسنت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا ليكي يا ليندا. وفي الحقيقة يمكن الأخبار الرياضية خلصت صحيح، لكن لسه مستمرين في يعني تسليط الضوء على أهم المباريات اللي هتتلعب النهاردة. النهاردة الساعة 8 بالليل المنتخب المصري هيواجه المنتخب الجزائري في دور الثمانية من بطولة كاس الأمم الإفريقية لكرة اليد، وده طبعا بعد ما حقق منتخبنا الوطني الفوز على المنتخب المغربي في المباراة اللي لعبوها أول امبارح بنتيجة كانت 36-21. المنتخب الجزائري تأهل بعد فوزه كمان على المنتخب الجابوني بنتيجة 25-23. يا ترى هتقدر الفراعنة اللي هي تعبر الجزائر النهاردة؟ طيب إيه هي نقاط القوة اللي بنمتلكها في منتخب المصري لكرة اليد، وإيه هي نقاط الضعف اللي موجودة عند المنتخب الجزائري اللي احنا هنقدر اللي احنا نستغلها في مباراة النهاردة الساعة 8 مساء؟ كل ده هنجاوب عليه من خلال ضيفتنا اللي مشرفانا فيها الاستوديو، الأستاذة دينا نبيل الناقدة الرياضية. صباح الخير يا دينا. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير يا بسنة. صباح الخير عليك يا دينا، منورانا. ربنا يخليكم. ميرسي دينا. في البداية عاوز أعرف، شايفة إزاي أداء المنتخب الوطني لكرة اليد في البطولة دي؟ يعني يمكن منتخب اليد دايما بيعودنا ان هو منتخب المواعيد الكبرى، يعني منتخب اليد يمكن دور المجموعات مش قوي بحس ان هو تقدر تحكم فيه، لان طبعا مع احترامنا لكل المنتخبات الكاميرون والمنتخبات اللي احنا لعبنا معاها والمغرب، لكن الاداء بيكون يعني المدير الفني واللعيبه مش بيدوا اقوى حاجه من عندهم
او اقوى حاجه عندهم. ليه؟ لان البطوله مع تصاعديا مع الادوار الاقصائيه بتزيد اكتر قوه، فبالتالي يعني حتى ما يفقدوش الحماس. بالظبط كده. كمان خلينا نقول المنتخب لسه راجع من دوره العاب البحر المتوسط، ما فيش ده يعني ايام قليله جدا قبل بطوله افريقيا. فباروندو اللي هو المدير الفني لمنتخب مصر مش عايز يدي كل قوته، لان بيبقى معروف ان اللي بيلعب على قد الماتش كده، زي ما بنقول بلغه الرياضه وبلغه الكوره، بيلعب على قد الماتش. ده اللي حصل شفناه في ماتش الكاميرون، اللي طبعا مع احترامنا ليها، لكن كان في باين قوي فارق في المستوى كبير قوي مع منتخب مصر، كان 40-17 سكور. برضو منتخب المغرب اللي يمكن شويه ما بداناش المباراه بشكل كان قوي قوي باعتراف باروندو المدير الفني، لكن بعد كده منتخبنا استطاع ان هو يصحح الاوضاع ويكسب بفارق كبير على المنتخب المغربي. طيب دينا، عشان نقدر النهارده نعرف احنا هنعمل او هنلعب ازاي، لازم نحلل بالتفصيل اللي حصل في المباراتين اللي فاتوا سواء مع الكاميرون او المغرب. رايك اداء اللعيبه، كانوا مركزين؟ كانوا محتاجين يعملوا ايه؟ ايه نقاط الضعف اللي كانت عندهم في المباريات اللي فاتوا؟ يعني يمكن شويه منتخب المغرب في سوري مباراه منتخب المغرب كان شويه الاداء الدفاعي مش احسن حاجه في الشوط الاول. فضلنا شويه متعادلين، شويه هم فرقوا عندنا بهدف. صحيح. بعد كده قدرنا ان احنا نرجع، انهينا الشوط يعني متقدمين الشوط الاول. بعد كده عرفنا ان احنا نرجع نخلص الماتش بشكل كبير، قدرنا نصحح اوضاع زي ما بنقول كده. يعني يمكن هو شويه الجانب الدفاعي ما كانش احسن حاجه. حارسنا طبعا محمد علي الحارس منتخب مصر بيأدي اداء قوي جدا. شويه كان الطيار لما نزل ما كانش موفق قوي في بعض فترات المباراه. محمد علي عمل ماتش كويس جدا، حتى في الكاميرون برده في المباراه الافتتاحيه عمل اداء كويس جدا في المباراه. يعني بشوف حتى لو في اخطاء مع والمباراه شغاله بتتصحح الحمد لله حتى الان. يعني طيب دينا، انت قلتي ان فكره اللي احنا بنلعب على قد المباراه دي بتحسب للمدير الفني كنقطه قوه ولا نقطه ضعف؟ يعني احيانا ما فكره على قد المباراه ممكن انا كده يبقى فيها نوع شويه من انواع الاستهتار بالخصم، فيحصل ريمونتادا او يحصل يعني نتيجه عكسيه لما هو متوقع من معطيات قبل المباراه. فشايفه اداء المدير الفني تحديدا ازاي كمان؟ يعني انا بشوفها ان هي مش حاجه وحشه ان انت تلعب على قد الماتش، اللي انت بتكون المفروض دارس كل فريق قبل ما تقابله بالفيديو بقى، وشايف ماتشاته قبل ما يعني في الاخر بتجيب مثلا فيديوهات لاخر خمس ماتشات مثلا ليه، بتشوف ايه نقط القوه ونقط الضعف. فانت المفروض بتبقى دارس المنتخب ده كويس جدا، بتعرف ايه الدفاع عنده عامل ازاي، الحارس بتاعه مثلا النهارده المنتخب الجزائري عنده حارس خليفه الغضبان، ده الحارس بتاعه حارس كويس جدا. فانت المفروض بتبقى دارس، فانت عارف انت حدود، عارف قوه منتخب اللي قدامك، مش هتقدر ان انت تزود قوي. يعني مثلا هو رايح بعض اللعيبه اللي هي مش جاهزه قوي، او اللي هي مش يعني مش عايز يحرقها زي ما بنقول كده، لان احنا عندنا لسه في هتقابل ان شاء الله يعني مع التاهل باذن الله يعني يا رب تونس وانجولا ومنتخبات مستواها الكيرف بتاعها اعلى كتير من اللي انت قابلتهم في الدور الاول. فانا بشوف لا، مش يعني مش حاجه وحشه خالص ان انت تلعب على قد الماتش، انت دارس المنتخب اللي قدامك، عارف ايه نقط القوه ونقط الضعف بتاعته، فبالتالي انت خلاص انت عايز تكسب. انت عايز تتاهل. كمان مجموعه مصر كانت ثلاث فرق بس، فهو انت كنت عايز تحقق ان انت تكسب الماتشين وتتصدر المجموعه عشان يعني تقابل منافس شويه يبقى في المجموعه الثانيه، يعني المتصدر الوصيف المجموعه الثانيه، فما بيبقاش مواجهه قويه قوي، وده هو المطلوب. يعني هو ده اللي حققه فعلا باروندو. فحتى الان انا شايفه ان القياده الفنيه للبطوله يعني في الماتشين اللي فاتوا للمنتخب حتى الان يعني زي الفل. طيب حلو قوي. لو بنتكلم بقى عن تقييمك لمنتخب الجزائر والمجموعه اللي لعب فيها كان عامل ازاي؟ خلينا نقول للناس ان منتخب الجزائر، يعني يمكن تصريحات المدير الفني رابح غربي اللي هو المدير الفني منتخب الجزائر كان بيقول انه عنده خمس لعيبه مش موجودين. منتخب الجزائر ده طبعا يعني ليه باع طويل وتاريخ عريق جدا في كره اليد، يعني هو تقريبا المنتخب الوحيد اللي فضل في الثمانينات من سنه 81 89 بياخد البطوله بشكل متتالي خمس مرات ورا بعض. فهو ليهم تاريخ عريق جدا، بس يمكن المنتخب الجزائري في الفتره الاخيره مش احسن حاجه الاداء، مش المستوى يعني اللي بيطمح ليه الجماهير الجزائريه او المتابعين كرة اليد الجزائرية. وده شفناه في الدور الأول، كانت مفاجأة طبعا بالنسبة لنا أن هو المنتخب يخسر في مباراته الافتتاحية قدام غينيا. فاز على الجابون وخسر من غينيا. بالظبط كده. كان هو خسر من غينيا في المباراة الأولى، وبعد كده تأهل بالفوز على الجابون اللي يمكن كان فرق هدفين بس، يعني كان شوية مش عايزين نقول بصعوبة، بس كان يعني كان بالإمكان ممكن يأدي أفضل من كده. يعني يمكن منتخب الجزائر زي ما قلنا مش في فرق طبعا مستوى كبير قوي بينه وبين مصر، حتى تصريحات فاهمين كده من كلامك إن فرص مصر أحسن.
ده ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله يا رب. يعني تصريحات المدير الفني حتى للمنتخب الجزائر رابح غربي كان بيتكلم ان انا هقابل منتخب عالمي، لما بيسالوه ايه توقعاتك لمباراتك مع مصر وانت هتقابل حامل اللقب وصاحب الارض والجمهور، قال ان انا صريح مع نفسي انا هقابل منتخب عالمي، يعني منتخب صحيح. مصر مش بس منافسته مقتصر على المنتخبات الافريقيه، لا ده بينافس منتخبات عالميه زي الدنمارك، وطبعا كلنا شفنا الاداء العالمي. وهو منتخب عالمي فعلا دينا بي يعني اداء رجالته، لان صح. احنا بنشوف ان يعني اللعيبه تحديدا في كره اليد بيقاتلوا في الملعب، مش فكره لو بيلعبوا علشان سكوروا يفوزوا. يعني يمكن انا هنا مش متفق معاكي قوي في فكره على قد المباراه بنلعب، لا، لان هم دايما بيبقى عندهم فرقه اللي انا اجيب فرق سكور كبير، فبيبقى في حاله من حالات القتال والحماس اللي موجوده في الملعب. لكن احنا عارفين ان دايما الخمسه الاوائل في بطوله الامم الافريقيه هم اللي بيصعدوا لكاس العالم، فشايفه دي ازاي ومين المرشح ان هو يكون بيصعد لكاس العالم؟ يعني هو يمكن منتخب الجزائر كان استكمالا لتصريحات المدير الفني للمنتخب الجزائري ان هو عارف قال ان هو مش هقدر اجاري مصر في القوه البدنيه للاعبتها وخبراتها، بس هو كان هدفه ان هو يكون موجود في المنتخبات المتاهله لبطوله العالم اللي هتقام طبعا العام المقبل في السويد وبولندا. يمكن الجزائر طبعا مرشحه ان هي تكون موجوده في بطوله العالم، طبعا يعني مصر ان شاء الله يا رب يا رب تفوز باللقب، يعني مش هدفنا مش بس تاهل لبطوله العالم، بالتاكيد هدفنا ان احنا كمان نتوج على ارضنا باللقب الثامن. منتخب تونس برضو من المنتخبات القوية جدا، يعني برضو في أنجولا بتأدي أداء قوي جدا، برضو منتخب الأنجولي، عندنا الكونغو برضو من المنتخبات اللي حتى الآن ماشية كويس في البطولة، يعني دي أبرز المنتخبات اللي حاليا أدائها يعني ملفت، وطبعا إن هي متوقع أقرب للترشح يعني. الأقرب للترشح لبطولة العالم. طيب لو بنتكلم عن تقييمك لأداء اللعيبة بقى بتوعنا، يعني احنا بنتكلم لاعب زي عالمي زي أحمد الأحمر، دي مشاركته رقم 10 اللي موجودة في بطولة أفريقيا عامة. يعني بتحللي إزاي أداء اللعيبة ولو بنتكلمنا عن الأحمر بالتحديد؟ أحمد الأحمر ده يعني أسطورة مش بس في اليد، يعني أسطورة في ألعاب الصالات كلها، دايما لما حد بيتكلم عن ألعاب الصالات لازم يعني يجاب سيرة أحمد الأحمر. أحمد الأحمر دايما بيثبت أن العمر يعني مجرد رقم، بتشوفه في أدائه في الملعب بينزل بيعمل، هو خبرة فظيعة جدا في الملعب. صحيح. باروندو يمكن بيعمل مؤخرا أنه هو يطلع لاعبين صغار في السن شوية عشان خاطر يعمل زي تجديد دماء كده، او ان هو يبقى يجمع بين الخبره، عناصر الخبره اللي زي احمد الاحمر، توازن بين الجيلين يعني وبين كريم هنداوي. بالظبط كده، واللاعبين صغار في السن زي شفنا مهاب اللي يمكن لعب موجود مع المنتخب وبيأدي بشكل كويس جدا، وسيسا، وفي كذا لاعب موجود. علي زين شايف اداؤه ازاي تحديدا وهو لسه فايز ببطوله دوري ابطال اوروبا مع برشلونه امام يعني برشلونه قبل ما يسيب؟ علي زين يعني نجم كبير قوي في الفتره الاخيره، ما شاء الله مستوى كبير بيقدمه في اوروبا، يعني دايما بقول ان منتخب اليد يمكن ميزته زي ما بنقول ان المنتخب فيه كده كيمياء او فيه حاجه كده، يعني عندك اللعيبه المحليين مستواهم قوي جدا اللي بيلعبوا في الاهلي او الزمالك او هليوبلس او السبورتنج، اللعيبه المحليه، وعندك لعيبه عالميين بيلعبوا زي علي زين وزي ممدوح هاشم ويحيى خالد بيلعبوا في اكبر انديه في اوروبا، في اكبر. بس انا بشوف اللي بيميز ده كله في الاخر يعني فكره روح الفريق، يعني ما فيش حد بيتعامل ب يعني النرجسيه او انا اللي هحرز، انا لا، كله بيبقى روح الفريق عشان خاطر حاجه واحده بس، مصر اللي تفوز. صح. سريعا كده قبل ما نروح للموجز، عاوز اعرف من حضرتك بس، شايفه مين الحصان الاسود اللي الرهان عليه النهارده في مباراه الساعه 8؟ يعني هو اللعيبه كلهم والله بصراحه حتى الان بيأدوا اداء كويس، بس هو في احمد هشام سيسا ده لاعب في المنتخب الجناح بتاع المنتخب، هو حتى الان هو هداف المنتخب برصيد 13 هدف. يعني يمكن هو دوت، اتمنى ان هو يكون يعني دوت من العناصر الفارقه للمنتخب، غير بقى طبعا باقي الجمعه مش عايزين ننسى احمد الاحمر وعلي زين وممدوح هاشم، وطبعا حراسه المرمى دايما بشوف ان هي نص الفرقه. يعني حراسه المرمى عندنا حراس طبعا كبار جدا. شايفه خطط باروندو جارسيا موفقه لغايه دلوقتي؟ حتى الان شايفه ان هو موفق جدا، كمان زي ما قلت الاداء المفروض هيعلى اكتر في الادوار الاقصائيه، يعني النهارده المفروض الاداء
هيختلف شويه اكتر. انت بتتكلم خلاص بقى لازم حد يعني لازم نخرج حد في الموضوع، مش فكره بقى لا انا عايز افوز بس فرق مش عارفه جون، لا ده انت لازم الموضوع اللي بيبقى الادوار الاقصائيه دي بيبقى فيها حماس وقتال اكتر. زي ما قلت الدوافع كمان المنتخب الجزائري حتى لو هو عارف ان انا مش هقدر اجاري لعيبه مصر بس انا عايزه اتاهل لبطوله العالم، فبالتالي لا المستوى اكيد حتى الجزائر ما اعتقدش ان هي تلعب بنفس الاداء اللي لعبت فيه في دور المجموعات. يعني ما فيش احسن من ان احنا نقفل بالمقوله او العباره اللي انت قلتيها، ان روح الحماس والقتال اللي موجوده في الملعب تحديدا في الدور ده. لكن ان شاء الله ده الرهان، وان شاء الله هنشوف رجاله فعلا في الملعب وقادرين اللي هم يتفوقوا. قولي براحتك. انا عايزه اقول حاجه، انه فعلا رجاله اليد شرفونا قبل كده، واحنا شفنا ادائهم قبل كده في كره العالم كان عامل ازاي قدام الدنمارك وقدام كذا فريق تاني عالمي، قدروا ان هم يقوموا يعني ما حالفناش الحظ ان احنا نكسب، لكن قاموا بمباريات في الحقيقه احنا ابتدينا حتى كمشاهدين ننتبه لكره اليد ونبقى عايزين نتفرج عليها، ومش بس كده كمان نشجعها ونهتم باللعيبه. احنا واثقين فيكم وعارفين ان انتوا هتقدموا لنا النهارده ان شاء الله مباراه نفخر بيها، ومتاكدين ان شاء الله من الفوز باذن الله. ان شاء الله. يعني دينا نبيل الناقده الرياضيه، بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وبنتمنى لك كل التوفيق، وطبعا كل التوفيق لمنتخبنا النهارده الوطني لكره اليد، وان شاء الله يكونوا قد التحدي باذن الله. يا رب ان شاء الله. شاهدينا دلوقتي موجز مع اهم واخر الانباء مع ليندا، تفضل يا ليندا. شكرا بسنت. 9 بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى برلين يومي 17 و18 من يوليو الجاري على رأس وفد كبير، يعقد خلالها لقاءات ثنائية مع رئيس الاتحادي شتاينماير والمستشار الاتحادي أولاف شولتس وعدد آخر من الأعضاء البارزين بالحكومة الألمانية، فضلا عن مشاركته في مؤتمر حوار بيترسبرغ للمناخ. أعلن ذلك سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان، مؤكدا أن زيارة الرئيس السيسي إلى برلين من شأنها أن تؤكد من جديد عمق العلاقات الألمانية المصرية والاهتمام المشترك لكلا البلدين بتعميق التعاون في مجال حماية المناخ والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وأضاف السفير الألماني أنه بالإضافة إلى موضوع حماية المناخ الذي يمثل أولوية مشتركة، سوف تتمحور هذه الزيارة حول الاحتفال بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والعلاقات الثنائية والتبادل الثقافي والاقتصادي وقضايا إقليمية ودولية أخرى. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن العالم يعاني من تداعيات كبيرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وموجات التضخم غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم. وفي كلمة له من مدينة العالمين، أضاف مدبولي أن الحكومة حريصة دائما على توضيح الحقائق ليعلم المواطنون كيف تتحرك الدولة المصرية لدعم وحماية المواطنين. وفيما يتعلق بزيادة أسعار المنتجات البترولية وعلى الأخص السولار، أوضح مدبولي أن مصر دولة مستوردة للمنتجات البترولية بإجمالي 100 مليون برميل سنويا. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن عملية التفاوض حول موضوع الحبوب مستمرة، وأشار بيسكوف في حديثه للصحفيين أن موضوع الحبوب من اختصاص العسكريين الروس، لافتا إلى أن التقارير حول هذا الموضوع تصدر عن العسكريين. حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين من أن محاولات الدول الغربية إطلاق العنان لدوامة العقوبات ضد روسيا ستؤدي إلى ركود عالمي. وأوضح فيرشينين أن اضطراب أسواق السلع العالمية كان نتيجة الحسابات الخاطئة في سياسات الاقتصاد الكلي والغذاء والطاقة لأكبر اقتصادات الدول الغربية حتى قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ذكر بيان لمكتب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن الرئيس رفض استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي وطلبه بمخاطبة البرلمان للحصول على صورة واضحة للوضع السياسي في البلاد. وكان دراغي قد تقدم باستقالته بعد أن رفضت حركة 5 نجوم أحد أعضاء ائتلاف الوحدة الوطنية دعمه في تصويت بالثقة على خطته لمكافحة ارتفاع الأسعار. وقال دراغي إن الائتلاف الذي دعم حكومته لم يعد موجودا.
أعلن رئيس البرلمان في سريلانكا قبوله خطاب الاستقالة من الرئيس جوتابايا راجاباكسا بعد أن تم التحقق من صحته. كان راجاباكسا قد وصل إلى سنغافورة بعد توقف في المالديف في أعقاب مغادرة سريلانكا وسط موجة من الاضطرابات اجتاحت البلاد التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 113 حالة مصحوبة بأعراض، وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 227,143 حالة. وأضافت اللجنة في بيانها اليومي أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 5,226 حالة. أما رياضيا، ففاز سيراميكا كليوباترا على ضيفه الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز. وسجل خماسية أصحاب الأرض كل من محمود نبيل ومصطفى سعد وشادي حسين وشريف دابو وحمزة مجدي. وبهذا الفوز تقدم سيراميكا إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة، فيما تراجع الاتحاد إلى المركز العاشر بعدما توقف رصيده عند 28 نقطة. نهاية موجز التسعنا والاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وكل سنة حضراتكم طيبين. خلصنا من العيد الكبير، والعيد الكبير أكله مختلف وكتير ومتنوع، وكلنا فيه لحمة كلنا، وأكيد كلنا زدنا شوية في الوزن. في أنواع من الأكل كده ضروري إن احنا نهتم بيها وناكلها باستمرار، لأنها بتبقى فيها فيتامينات وعناصر غذائية محتاجه الجسم. في أنواع تاني من الأكل ملاش تأثير مفيد للجسم، بالعكس ممكن كمان يكون مضر، وده يمكن اللي بنقع فيه معظمنا. خلونا نعرف إيه هي الوجبات الصحية الأكثر إفادة للجسم من الدكتور منورنا النهاردة في استوديو محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية. صباح الخير منورنا يا فندم. صباح الخير يا فندم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. صباح الخير يا مشرف. صباح الخير. كويس. يعني طبعا في كلنا خلاص عرفنا وفهمنا ان في وجبات بتبقى مفيده جدا للجسم، فيها عناصر غذائيه محتاجها الجسم، وفي وجبات تانية بتاثر بالسلب على الجسم. حابين نعرف ايه الوجبات اللي احنا محتاجينها عشان يبقى عندنا جسم صحي، بس عايزين وجبات تبقى واقعيه. تمام. يعني ما نقولش احنا لازم نقطع تماما العيش والرز والحاجات دي كلها، لانه للاسف بنحبها. في نفس الوقت عايزين حاجه صحيه. خلينا نتفق مع بعض على قاعده عامه، كل ما هو مفيد فهو ضار، وكل ما هو ضار فهو مفيد. قاعده عامه، يعني اللي يفيدني ما يفيدش الاستاذ بسنت، ما يفيدش الاستاذ، ما يفيدش اي حد معانا تاني. واللي يضرني ما يضرش الاستاذه بسنت، ما يضرش حد تاني. معنى ايه الكلام المكلكع ده؟ يعني معناه ان انا مثلا لو جبنا حاله عندها سمنه وحاله عندها نحافه، يعني بتختلف من جسم للاخر. حاله عندها سمنه وحاله عندها نحافه، احنا بنتفق ان احنا مثلا لو المشروبات الغازيه بتقول بتزود الوزن، صح؟ طيب هل هي بتزود الوزن لو اديتها لحاله النحافه هيزيد وزنه؟ لا، ما بتزيدش وزنه. فدي بتسمى السعرات الفارغه، وهي من ضمن الاكلات التي لا تفيد الجسم. من ضمن الاكلات التي لا تفيد الجسم كتير قوي، منها اللي هو بعيدنا عن الطراز بقى، اللي هو الحاجات المستحدثه، الوجبات السريعه، الصوصات، الشربات السريعه، المياه الغازيه، العصائر المعلبه، الحاجات كتير اللي هي فيها كميه سكر كتير، تديني كميه سعرات كتيره، وفي نفس الوقت فارغه من الفيتامين والاملاح. الشربات حضرتك قلت حاجه مهمه قوي دلوقتي، الشربات المستحدثه اللي هي بيبقى فيها باودر دي، واحنا بنحطها في الميه. ايوه طبعا. دي غلط، غير ان المواد الحافظه اللي موجوده فيها. تمام. ببساطه جدا حضرتك لو عملت شوربه في البيت، مده حفظها في الثلاجه يوم يومين، صح؟ تمام. ده كيس شوربه موجود 6 شهور. فطبعا محطوط عليه مواد حافظه كتير، ومع مستحدث عليه حاجات كتير، واطعمه كتير وحاجات زي كده، بتعمل مشاكل كتير.
منظمة الصحة العالمية حذرت من الكلام ده ومن المواد المضافة على اللحوم المصنعة وعلى الصوصات والكريمات والحاجات. طيب دكتور، حضرتك قلت في البداية ان الموضوع بيختلف من شخص لآخر طبعاً. من جسم لآخر طبعاً. انا ازاي اعرف طبيعة الاكل المفيدة لجسمي؟ ازاي اعرف طبيعة الاكل المفيدة لجسمي؟ اعرف انا فين بالظبط. بمعنى؟ بمعنى انا وزني نورمال طبيعي ولا وزني اوفر ويت زيادة في الوزن ولا نحيف؟ الغالبية العظمى من الشعب المصري معادلة بسيطة تحديدا بعد العيد يعني. معادلة بسيطة، هو المعادلة الخفيفة اللي احنا بنقولها على طول، ان احنا لو شلنا لو طولنا 160 شلنا 100 من الطول يبقى وزننا النورمال المفروض يبقى 60. تمام، معادلة بسيطة كده كل الناس العادية تعرفها. طيب تفرق في ايه بقى يعني؟ برضو طبيعة الجسم بتختلف بحسب الميزان ده حضرتك؟ الميزان والعمر والنوع. طب انا وزني زايد، تمام، ايه اللي اكله عشان يفيدني؟ وزن زايد اولا اهم حاجه اهتم بمواعيد الاكل، لان انا ما بجوع جسمي بعمل مقاومه للانسولين في جسمي فبتعمل لي مشاكل تانية غير السمنه، والسمنه هي البوابه الكبرى للامراض كلها. بدايه نعرف ايه اللي بيحصل في الاكل لما بيدخل الجسم. الاكل لما بيدخل الجسم بتحول لطاقه، فيتامين، املاح معدنيه، كربوهيدرات، بروتين، دهون. طيب الاكل اللي فيه سكريات كتير وفيه سعرات حراريه عاليه والكلام ده، السكريات دي بتروح فين؟ بتروح على الكبد تتخزن، وبعد ما تتخزن الكبد بتملي، بيحصل حاجه اسمها تشبع في الكبد، يبتدي يخرج من المخازن اللي عنده على هيئه، هو بيبقى في الكبد على هيئه جليكوجين، يخرجه على هيئه ايه؟ دهون في مناطق متفرقه في الجسم. دي اللي بتعمل دهون على الكبد؟ اللي هي لا، دهون على الكبد دي البدايه. اللي هي بتعمل بعد كده عندنا مقاومه الانسولين، دهون على الخلايا ما تخليش الانسولين يدخل يحرق السكر اللي في الخلايا. بتعمل عندنا سمنه موضوعيه في اماكن معينه، يعني تلاقي يقول لك ايه، انا جسم بيرفكت بس عندي كرش. انا جسم كويس بس ايديا من تحت فيها مشاكل، ترهلات، ترهلات، ظهري نازل منه حتتين كده. المشاكل دي كلها ان الدهون اللي بتخرج من الكبد دي بتروح على اضعف منطقه في الجسم وتتخزن. ناهيك بقى عن قلنا السمنه بوابه كبيره للامراض. طيب بيقولوا الميتابوليزم او الحرق بعد سن معين بيقل، يعني بعد ال 25 او ال 30 او ال 40 بالعكس كل ما بتكبر حرقك بيقل. صحيح. ايه الوجبات اللي انت بتاخدها بقى عشان ساعتها يعني تتناسب مع حرقك؟ هنرجع للجمله اللي قالها ان كل شخص بيختلف من شخص الاخر. لا لو بنتكلم يعني على حاجه عامه، يعني حاجه عامه معدل الحرق بيقل مع ان احنا مع قله الحركه. بمعنى هي معادله يعني مش مع السن. لا مش مع السن، ما هو السن بيقل حركته، لو بيمارس رياضه وعنده 70 سنه معدل الحرق يبقى عنده ممتاز، وظايفه الحيويه ممتازه، كل طب حاجه. طب خليني اسالك السؤال بطريقه ثانيه، لو انا عندي 40 سنه هحرق زي اللي عندها 25 سنه لو بلعب رياضه؟ احنا الاثنين بنلعب رياضه. لا هو طبعا مش تحرقي، النسبه هتبقى تفاوت بس التفاوت بسيط مش كبير. احنا بنتكلم في ايه، انا النهارده الجسم ده مكان دخلت فيه 10، خليها بالارقام كده، خرجت 5، اتخزن 5. انما انا لو مدخل 10 ومخرج 15 يبقى خرجت ال 10 اللي انا اكلتهم و5 من المتخزن. طيب هكذا. في بعض الناس، وحضرتك تقول لي العاده دي من العادات السيئه ولا ما فيهاش اي مشكله، في بعض الناس ما بتفطرش وتبتدي اللي هي تاخد اكلها مثلا بعد الساعه 5 6، ويقول لك اصل هي الصيام المتقطع فاهم حاجه عندي اللي انا كلت كام ساعه وصمت كام ساعه. هو القصه الصيام المتقطع هو دي حاجه مستحدثه من الصيام الطبيعي بتاعنا، ان احنا بنصوم عدد ساعات معينه فبندي راحه للجسم. بتتعمل ازاي؟ ما بتعملش عشوائي، لازم يكون تحت اشراف طبيب او تحت اشراف حد متخصص في التغذيه. اي بس هنا مش هيفرق كلت بالليل او الصبح. لا هو الجسم ما بيعرفش انت كلت امتى. ما هو في بعض الناس يعني احنا واضح ان احنا كده عندنا اعتقادات خاطئه. لان البعض او الغالبيه العظمى او السائد بعد الساعه 8 تاكل، بعد الساعه 8 ما تاكلش اصل في هرمون مش عارف ايه بيتم فرزه فالهرمون ده بيساعد على الحرق. بياخد عدد ساعات معينه. لا هو القصه كلها ان احنا الجسم ده عامل زي الطفل الصغير. الطفل الصغير لو بابا بيقول له تعالى ومامته بتقول له تعالى، الاثنين ده تعالى وده تعالى، ايه اللي بيحصل؟ بيقف، لا بنفذ رغبه ده ولا رغبه ده. حضرتك بتجوع نفسك فتره طويله قوي وتبتدي تاكل. اول ما بتاكل الجسم متعود ان انت بتجوعه فبيعمل ايه؟ بيخزن. بيخزن اي حاجه، يعني اقول لك انا بشم ريحه الاكل عند الجيران بدخن. طب ما انت عملت كده في نفسك، بتاكل وجبه واحده في اليوم، تاكل وجبتين، لا انت ليك 3 وجبات رئيسيه وبينهم وجبتين او 3 بينيه. بمعنى ان انا ما بلحقش اجوع جسمي
ما بشبعش ما بجوعش. يعني انا يعني بمعدل ما بين كل 4 ساعات في النص وجبه، يعني كل ساعتين باخد حاجه. صحيح. يبقى عندنا 3 وجبات رئيسيه ومن 2 لـ3 بينيه. طيب اللي يومه بيبتدي بالنهار يبتدي ازاي؟ ان هو افطاره من 8 لـ10 صباحا. ما يتاخرش عن كده. الغداء على الساعه 4 مساء، من 4 لـ5. العشاء من 8 لـ10 بالليل. بسيطه. يبقى انا اكلت من 8 لـ8 او من 10 لـ10، بريح جسمي ال 12 ساعه الباقيين. طب في ال 12 ساعه الباقيين دول اعمل ايه؟ ميه، اشرب مشروبات خفيفه كنت فيها سكريات عاليه، مش بدون سكر. هو كل جسم محتاج كميه سعرات معينه، انا افضل ان اخدها من السكريات المعقده. يعني ايه السكريات المعقده؟ السكر الطبيعي، فاكهه، السكر الطبيعي في الفاكهه، اخده من العيش بالحبه الكامله اللي هو عيش بالقمح والعيش البلدي. بس انا في العشر ساعات الصيام دول مش هاخد اصلا عيش، انا بشرب. مش ممكن ياخد اي مشروب مفيد. المشروبات الدافئه كلها عامه مفيده. زي اليانسون، النعناع، الحلبه، الكراويه، الحاجات دي. وعلى فكره المشروبات دي من المشروبات الفاتحه للشهيه. يعني انت لو عندك طفل او اي حد بيعاني ان نفسه مش مفتوحه قبل الاكل بنص ساعه، ده حقيقي، مشروب دافي بيشربوا الاطفال الحاجات، يانسون، النعناع، حلبه، كراويه، شيح بابونج. ويكون سكر خفيف، لان السكريات العاليه بتعمل ايه؟ بتقفل النفس. طيب حضرتك قلت ان في 3 وجبات رئيسيه لازم يعني الانسان ايه ياكلهم على مدار اليوم غير الوجبتين التانيين. طيب ايه الحاجات الاساسيه اللي كل سيده مصريه النهارده بتتفرج علينا محتاجه تحطها على سفرتها عشان تضمن ان اولادها وهي والعيله كلها يعني بياكلوا اكل صحي؟ اول حاجه كل واحد بيبقى له طبقه. يعني ايه طبقه؟ يعني انا ما اقولش ان انا هنحط طبق كبير مثلا من الرز وطبق كبير من الخضار وطبق كبير كل واحد ياخد منه، لا، انت حاول حتى لو الطبق الكبير ده موجود يبقى قدامك طبق. هنقسم الطبق 3 تلات. تلت هناخد فيه كميه الخضار بتاعتنا سواء سلطه او خضار مطبوخ، والتلت التاني هناخد فيه كربوهيدرات زي رز او مكرونه او عيش، والتلت التالت هناخد فيه البروتين بتاعنا. وناخد بالنا من السوائل، الشربات الطبيعيه او العصائر الطبيعيه او الميه. لان في ناس كتير وخاصه في الشتاء بينسوا يشربوا ميه فبتعمل لها مشاكل كتير. ده الطبق بتاعنا ببساطه. ايه هي الكربوهيدرات؟ زي الرز، المكرونه، العيش. طيب في فرق بين العيش الفينو والعيش البلدي؟ الاثنين بيدونا نفس السعرات. لو جبنا 50 جرام من هنا و50 جرام من هنا هيدونا نفس السعرات. بس ايه المشكله عندنا؟ انت بتقول معلومات مختلفه. لا، هيدونا نفس السعرات. المشكله عندنا بس الناس بتقول، يعني دايما انا اسمع، ممكن تبقى ده اعتقاد غلط، انه العيش البلدي من اقل السعرات. طب احنا القصه كلها ان العيش الفينو والعيش البلدي ال 50 جرام هنا وال 50 جرام هنا هيدونا نفس السعرات. بس القصه هنا ناكل قد ايه هنا وقد ايه هنا؟ 50 جرام في العيش البلدي هيدونا الياف قد ايه؟ الالياف ده تخفض السكر بنسبه قد ايه؟ فهتقلل مقاومه الانسولين، هتقلل الجوع. يعني فبالتالي العيش البلدي افضل من الفينو. لا، ده خلاف كمان، ان العيش البلدي يعني زي ما بالبلدي كده بيتقال بيلكم رغيف واحد ممكن اللي هو يشبع، لكن الفينو انا ممكن 5 6 رغيفة وشغال عادي، ما عنديش مشكله. وبعد ساعتين هتاكل تاني، هتجوع. يعني في ناس بتبقى بتاكل مكرونه وقبل ما تقوم من على الاكل بتجوع تاني. طيب اللي هو يعني المكرونه بتتم بسرعه، الحاجات اللي هي المعدله دي بتعمل في بشكل. في معلومه وحضرتك برضو تصحح لي صح ولا غلط، ان فكره الاكل كل ما هو دخل في دور التصنيع هو ضرب الصحه. طيب. بمعنى ان انا ممكن اخد الدقيق في العيش لكني ما اخدش الدقيق في المكرونه لانه دخل على دور التصنيع اصبح مكرونه وبعد كده انا هبتدي اكل. فهل الكلام ده صح ولا غلط؟ ايوه، دي النقطه الثانيه اللي جاي اتكلم فيها، اللي هي كل ما هو طبيعي كل ما هو صحي وافضل. بمعنى لو انا اخدت طماطميه واكلتها افضل من اخدها صوص او معجون طماطم او كاتشب او صلصه او حاجه زي كده. اخدت تفاحه ثمره افضل من ان اخدها عصير، او ممكن يقول لك ايه، انا عامل نكتار تفاح مثلا في الفيتامين في الاملاح المعدنيه في كل حاجه وبيور ما فيهوش سكر وبيور وتمام وزي الفل، يقول لك انا كده. لا، انت ما خدتش الفايده بتاعه التفاح اللي هي فيها الالياف، فيها البكتين، فيها كل ما هو مفيد لصحه القلب. تمام. رجوعا لكلام حضرتك، ان الدقيق اللي هو الحبه الكامله اللي احنا بنتكلم فيه انت بتاخده باليافه، بتاخده بفوائده الكامله زي ما احنا بنقول. انما لو خدنا الدقيق عملنا له تعديل، اللي هو القمح عملنا له تعديل، شلنا منه الرده، خدنا منه الدقيق كده ودخلنا الدقيق ده بقى جبنا ايه
سمنه او حاجه زيوت مهدرجه وحطيناها عليه وجبنا سكر تمام، حطينا ده كله على بعضه فبقت قنبله موقوته كعكه كده صغيره. انا باخد يعني طيب الكعكه الصغيره دي نقول نتكلم في 10 جرام، نتكلم كعكه ده 10 جرام، 5 جرام دقيق يدونا كام؟ 4 في 5 20 سعر حراري ده دقيق بس بالارقام ده دقيق. هحط لهم 5 جرام سكر، جرام سكر نتكلم في الخفيف قوي اللي هي معلقه السكر في 4 ب 20 يبقى كده 40. 40 حطينا سمنه او زيت 3 جرام سمنه او زيت قول ب 30 و 40 ادى 70 سعر من كحكايه. من كحكايه كام؟ 10 جرام اللي هو انا يعني معلش انا بسف لي 10 كحكات كده كوبايه شاي يعني دخلت لي في 1000 كالوريز مثلا وانا قاعد بسم الله الرحمن الرحيم ولسه ما اكلتش. لسه انا لسه احنا لسه بنبدا الكلام لسه ما اكلتش اصلا. طيب لو احنا اخذنا ال 10 جرام دول كعيش ربع رغيف عامه بيدينا كام؟ ربع رغيف كام جرام؟ 25 جرام ده على القديم، وعلى الجديد حوالي 20 جرام او 22 جرام. 22 جرام دول اضربهم في يعني يعملوا بالظبط 80 سعر حراري. 22 جرام طب 80 سعر حراري لو احنا خدنا العيش لو 10 جرام يدينا كام سعر؟ 40 سعر حراري. فتخيل الكحكايه اديتنا 70، التمن الرغيف ادانا 40. فالافضل ناكل عيش قليل في السعرات وهيشبعنا. ناهيك بقى ان انت لو يوم ما تاكل خالص هتاكل رغيف رغيف ونص، انما في الكحك قلت 10 كحكات 20 كحكه فالموضوع بيبقى صعب شويه. يعني خلينا نتكلم في النورمال هاخد ايه 5 كحكات بس في النهايه الخمس كحكات اضربهم في واحنا مش جايين نعقد الناس برضك. انت ممكن تاكل كحك بس كل الكميه اللي تناسبك بقدر معقول. بقدر معقول احنا مش جايين نغير المفاهيم اللي عند الناس ولا جايين نغير الحاجات اللي بتفرحهم، يعني الكحك والحمص والسوداني والحاجات اللي هي يعني هو الهدف. الهدف يا دكتور محمد من الفقره فكره اللي هي وقفه مع النفس. كل ما تشاء ولكن بنسب بكميات محدوده وكميات محدوده، وربما اللي يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي حلاوه روح. يعني خد الحاجه عشان نفسك فيها لكن ما تبتديش اللي هي واحده تجر الثانيه الثالثه الاقي نفسي يعني لا هو خلي ما تبقاش زي ما بيقولوا عبد الاكل. يعني ما تخليش الاكل هو المتحكم فيك. خليك انت دايما المسيطر على الموضوع ده. بمعنى انا مرايه لنفسي، بص قدام شايف جسمي من جوه محتاج ايه، بديله احتياجاته بالمعقول. صحيح. وزي ما احنا قلنا ان اللي ينفعني ما ينفعش حضرتك. ده حقيقي. يعني انا لو ده احنا كل كلامنا على الانسان النورمال الطبيعي وانت رقيب لو ما بنتكلمش على لو عنده حاله مرضيه وعنده مشكله ما لا ده ما فيهاش جدال، هو الطبيب المعالج او الاخصائي اللي معاه. احنا بنشكرك دكتور محمد عفيفي اخصائي التغذيه العلاجيه بالمعهد القومي للتغذيه، كل الشكر ليك على وجودك معانا. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم باقي فقراتنا في برنامجكم صباح الخير يا مصر. مرحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وآخر فقراتنا النهاردة. في الحقيقة زي ما احنا عارفين ان الزيادة السكانية هي الآفة الحقيقية لأي تنمية بتحصل، علشان كده في اهتمام بتنفيذ برنامج سكاني. البرنامج ده يعني هدفه تحقيق التوازن ما بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية. ويمكن احنا النهاردة قلنا ان النهاردة يوم 15 هو موافق اليوم العالمي لتأهيل الشباب، والشباب هي اكبر الطاقات البشرية اللي موجودة في المجتمع المصري، بنتكلم على 60% تقريبا من قوام المجتمع المصري، لابد من اعادة دمجهم واعادة يعني الاستفادة منهم في تحقيق تنمية حقيقية. علشان كده يعني يمكن في إطار تحقيق التنمية المستدامة الشباب يكون ليه دور كبير جدا، وبدأت الدولة بأخذ خطوات في هذا المجال. احنا معانا النهاردة الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب واستشاري النساء والولادة. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. يعني دكتور عاوز اعرف ازاي يتم تحسين جودة الخدمات في يعني تنظيم الأسرة تحديدا؟ طبعا الاول انا بشكركم جدا ان انتوا اثرتوا القصه دي، لان انا شايفه ان موضوع تنظيم الاسره ده او خلينا نقول ضبط النمو السكاني كتعبير ادق شويه، المشكله دي المفروض ان انا اعتقد ان المفروض المواطن المصري الصبح كل يوم يصحى يلاقي 20 30 برنامج بيتكلم عن ده، لان احنا عندنا قصور شديد في الاعلام بالنسبه لقضيه المشكله السكانيه.
والله دكتور مش قصور ولا حاجه حضرتك معانا. لا انتوا طبعا كتر في بعض المنابر الاعلاميه لكن حضرتك معانا اهو. لا يكفي يعني انا متهيألي ان الاعلام هو قاطره الوعي في خصوصا الاعلام المرئي والمسموع. الدكتور بتتكلم انه دلوقتي في يعني قنبله موقوته فلازم احنا نفضل نتكلم عليها بالزبط. كل شويه احنا في الحقيقه مهتمين جدا بالملف ده بالذات. جميل جدا الوعي الجمعي لازم يتغير كله ان احنا ننبه المواطن المصري ان المشكله دي مش مجرد كلام بيتقال انشاء او لا دي مشكله صحيح. حقيقيه وفيها خطوره على مستقبل اولاده وعلى مستقبله بالمعلومه بالارقام يعني احنا يمكن مشكلتنا في قضيه تنظيم الاسره عموما انا كشغلي في استشاري امراض نساء وولادة ومحتكه بالكلام ده هو الوعي يعني لا مفيش وعي بخطورة الموضوع مفيش حد بيرد على يا دكتور العيال بيجي برزقه زي ما بيقولوا دي طبعا بص حضرتك هتلاقي عندنا طبقتين يعني نوعين من الردود رد اللي هو العيال بيجي برزقه وتكاثروا وتناكحوا يعني جانب ديني شوية بالخطأ طبعا وجانب تاني اللي شوية المثقفين شوية يقول ده لا دي قوة بشرية والتنمية والصين والهند وبندخل في جدل محدش بيعرف يرد على الناس كويس كلكم محدش بيرد كل راعي مسؤول عن رعيته حاجات يعني كتير خلف ردود بس ماشي كتير. يقول لي هتربي ابنك ازاي بالظبط يعني ما تقارنيش مثلا بالصين يعني ما تقارنيش ببلد عندها 50,000 نهر طوله 1500 كيلو زي نهر النيل عندهم 1500 نهر زي نهر النيل وعندهم 50,000 نهر صغير اقل من 1000 كيلو يعني ما عندهمش مشاكل الموارد الطبيعيه اللي احنا بنقابلها فهي انا بالنسبه لي اعتقد ان المهمه الاولى هي تغيير الوعي ولفت نظر المواطن لاهميه المشكله دي لو المواطن سواء ناس او ذكور اقتنعوا باهميه القضيه دي هتلاقي بعد كده كل حاجه سهله لان الدوله في الحقيقه موفره حاليا كل الوسائل بشكل منتشر جدا لحد ابعد القرى والنجوع صحيح. سواء في وحدات صحيه في قوافل بتطلع بدأنا ندخل يعني الصحة مشكورة دخلت وسائل مكلفة جدا يعني احنا بنسمع دلوقتي ان اللولب الهرموني ده حاجة ككوست مكلفة جدا جدا والمبادرات الرئاسية ايضا للكشف المبكر دخل في برنامج تنظيم الأسرة الحكومي وده بيوفر مبالغ كبيرة جدا في مشروع جديد ان احنا نبدأ اثناء القيصريات اللي هي بقت في مصر معدلاتها رهيبه يعني فوق ال 65% على اخر دراسه ان احنا نشجع الاطباء انهم يستخدموا مثلا لولب وقت الولاده وده دي كلام بنشجع عليه في الصحه دلوقتي وفي الجامعه فهي القصه ان بالنسبه للوسائل وتطوير الوسائل لا الوسائل متوفره والاطباء الى حد كبير قايمين بدورهم مع الاعتبار طبعا ان في عجز في نسبه الاطباء في مصر اللي انا برضو برجعها اساسا للمشكله السكانيه. طيب دكتور انت حضرتك بتتكلمي عن مشكله فكر مشكلة يعني مرجعية بقى في الأول احنا أنا عايزة أعرف لما حضرتك بتتكلمي مع السيدات بيقولوا لك إيه؟ هقول لحضرتك أول حاجة مثلا بتقول لي الست العيل بيجيب رزقه دي فعلا أشهر كلمة بتتقال طبعا الرد المنطقي اللي بنبدأ يعني أنا هدفي إن أخرج من ندوة مع سيدات إن هم غيروا فكرهم أو اقتنعوا إن كلامهم ده مش صح أول كلمة بتتقال العيل بيجي برزقه بنقول لهم لا معلش ما هو الرزق ده محتاج اجتهاد محتاج سعي حتى الطيور اللي بتطلع بتلاقي لازم تطير وتسافر مسافات عشان تلاقي الرزق ده فالرزق ده ممكن يتوزع على 2 أو يتوزع على 5 أو يتوزع على 10 وبالتالي أنت اللي بتختار معدل رزقك ده إيه لما بتقسمه على 2 أو 3 أو 4 أو 5 الحاجة التانية برضو كتير قوي إن الدين هو لا ده حرام ده في ده الرسول قال كذا كذا تكاثروا وتناكحوا طبعا دي برضو قضية مردود عليها بسهولة جدا ان انا ما اخدش من توجيهات الرسول او من الدين بقطعه من وقته توقيته اللي طلع فيه كده بنرد عليهم رد بسيط قوي ان الرسول نفسه عليه الصلاه والسلام قال في خطبه الوداع ياتي زمن على امتي كالسيل تقريبا لا إنه لا يعني تتداعى عليها الامم كما تتداعى القصعه الاكله على قصعتها يعني كان الناس كتير قاعده بتاكل في طبق واحد وبتخطف من بعض فردوا عليه الصحابه قالوا له امن قله نحن يا رسول الله هنبقى قليلين قال له بلى بل كثره كالسيل يعني هنبقى كتير جدا بس زي قلتكم يعني انت الموارد اللي موجوده بالظبط كاكل وشرب اقل عموما في اي حاجه فرص عمل اكل يمكن ده اللي بدا يظهر دلوقتي ده من زمان ظهر لا وبقى يعني ظهر دلوقتي بشكل فجأة وشكل كبير كأزمة عالمية ما هو دي الأزمة الاقتصادية العالمية اللي موجودة احنا من قبل الأزمة العالمية عندنا اوريدي أزمة فرص العمل لما بتقدم على وظيفة عايزين 50 حد بتقدم 50,000 حد لأن هي نسبة وتناسب مثلا بتلاقي الست بتقول يعني لا ده هو ده كده ده رزق ربنا وقدر ربنا طبعا هو يعني مش قدر ربنا لان ربنا بيقول اتخذوا الاسباب وعشان كده بنتحاسب يعني يوم القيامه بنتحاسب لان لازم نتخذ بالاسباب وبنختار يعني احنا بنختار الطريق المسار اللي بنمشي فيه
في نقطه كمان ظريفه جدا لما بنقول لها الناس ما بيقدروش يردوا علينا قوي، اللي هي فرقوا بينهم في المضاجع. يعني انا مش عايزه اتكلم في الدين قوي، بس احنا من وصايا الدين عندنا ان احنا نفرق بين الاولاد. فانا يكون عندي 6-7 في اوضتين مثلا، هعمل ده ازاي؟ هنفذ تعليمات الرسول ازاي او تعليمات الدين بتاعتنا ازاي؟ فهي القصه واحده واحده بتتكلم مع الناس، سواء كموارد كظروف عامه. الناس نفسها حاسه بالتعب، لكن هي في اولا مفهوم العزوه في القرى بالذات، ان لازم تكون معاك اولاد كتير. مفهوم الولد والبنت ده كارثه كبيره جدا، مش عارفين لسه مش قادرين نغيرها في مجتمعنا. دكتور يعني كعضوه مجلس نواب، حضرتك شايفه اعاده تشكيل الوعي الصحيح مره اخرى يكمن فين؟ في المنابر الاعلاميه فقط، ولا في تكاتف كافه يعني الجهات والافراد والمؤسسات؟ هي دي الهبه بقى، دي تحصل ازاي؟ تحصل من الاعلام، تحصل من الازهر، من الكنيسه، تحصل من وزاره الثقافه، وزاره التعليم، تحصل من كل المؤسسات المعنيه بالامر. واعتقد والصحه طبعا دي على راس المؤسسات، لان هي لازم تكون. بص حضرتك لما بتخلق حاله من تغيير المفهوم في كل على كل المستويات دي بتلاقي نتيجه، لكن كل حد بيغرد على منفردا. يعني هتلاقي الصحه لوحدها والاعلام لوحدها. ما سمعتش برضو لحد دلوقتي التواصل الاجتماعي، يعني هي لعب مؤثر وقوي. ده جزء من الاعلام، ده وجه من اوجه الاعلام. يعني هو السوشيال ميديا فعلا دلوقتي بقت يعني اكتر بتوجه. معلش برضه، لا معلش، بس احنا بنتكلم لو على حد يعني في قرى بعيده مش هتلاقي اصلا. يعني هو لا دلوقتي كل الناس عندها صح، كله بس كله لا مش هتلاقيه. لا يعني في ناس برضه اللي احنا بنتكلم قوي على الجزء ده، تستهدف فئه معينه مش فاضيه اصلا تدخل فيسبوك يعني السيدات وكده. فهي المفاهيم كلها، الدين مهم جدا، رجل الدين دور مهم جدا جدا، لان هو ده الناس في المساجد لحد دلوقتي احنا صحيح. بنسمع قوي رجل الدين وبنحترم رايه. فلازم الاوقاف الحقيقه موفره يعني نوعيه كويسه، لكن لسه ستيل في القرى نوعيه من رجال الدين لا ضد كده وبتوجه بعكس كده. الحاجه الثانيه، انت لما تفهم الناس ان احنا دلوقتي لو مشينا بنفس معدلات الزياده اللي احنا فيها دلوقتي، اللي هي 3.5 سيده طفل للسيده، اللي هي هتوصلنا سنه 2050 ل 180 مليون رقم. رقم مرعب. هنجيب لهم اكل وشرب منين؟ رقم مرعب. لا هجيب لهم ميه منين؟ يعني ميه يعني المشكله يعني عندنا في مصر الموارد المائيه بغض النظر محدودة. كمان الموارد المائيه محدوده، لكن بقى الحمد لله دلوقتي في اتجاه من الدوله بفكره توفير موارد يعني مائيه موارد بديله أخرى. كتحليه مياه البحار عندنا الابار. ايوه بس احنا بتتكلم، لكن انا لازم يكون في علشان احس بالتنميه دي واحس بوفره حقيقيه في الاقتصاد ونمو حقيقي في الاقتصاد، لازم يبقى النمو ده 4 أضعاف على الأقل الزيادة السكانية، من 3-4 أضعاف النمو السكاني عشان تحس إن أنت ماشي صح وفي مردود في الشارع. لكن إحنا ما عندناش النسبة دي، بعاد عنها قوي. الحاجة تانية يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي بنوصل بيها المعلومة للسيدات البسيطات، أنا بقول لهم أنت أنا جيت اديت لك مثلا إزازة فيها 10 لتر مية، بقول لك استخدميها أنت وخمس أفراد في كل نواحي الحياة، كل اكل وشرب و وبعد 10 سنين جيت اديتك نفس الكميه دي عشان تستخدميها مع 30 فرد، هتعملي ايه؟ فهم كلهم بينتبهوا فعلا هنعمل ايه. فهو ده هو ده حلنا. يعني احنا نصيب الفرد من الميه دلوقتي كام؟ 550 تقريبا سنتي متر مكعب. علشان نكون يعني متر مكعب، عشان نكون في الحد في الامان المائي المفروض نصيب الفرد 1000. متوقع لا قدر الله لو فضلنا بهذا المعدل من النمو ان احنا هنوصل ل 450 او اقل من 450 وصلنا لمرحله الندره المائيه. الندره المائيه دي يعني كارثه، لا هتعرف تعمل مدن جديده ولا تزرع ولا تشرب حتى تكفيك. فهي القصه ان الناس لازم تفهم ان احنا رايحين في اتجاه كارثي. كل المشروعات التنميه اللي بتحصل في البلد وكل الاستصلاح الاراضي، يعني احنا محتاجين بالمعدل ده برضو يكون عندنا 5100 فصل كل سنه. لو فضلنا بالمعدل ده كل لازم فصل سنه بنحتاج 5100 فصل، محتاجين 265000 سرير على 2050 عشان نقدر نكمل الصوره بالحد المناسب يعني المتطلبات الصحيه. محتاجين حاجات كتير قوي، عشان صعب جدا اي دوله في العالم مهما كانت مواردها تواكب العدد ده بالمعدل ده. طيب هل احنا من ضمن الحاجات اللي محتاجينها تحسين جوده خدمات تنظيم الاسره يعني في وجهه نظر حضرتك؟ اكيد. طب ايه اللي احنا محتاجينه؟ محتاجين اهم حاجه الوصول لابعد نقطه في يعني في ناس اماكنها بعيده جدا في محتاجه يوصل لها الخدمه لحد عندها. الحقيقه بيحصل قوافل وعربيات متنقله وتابعة لوزارات الصحه، بس هي الفكره ان برضو لسه في اماكن بتبقى التوقيت اللي الست بتاخد فيه وسيله مش لاقيه، لان احنا برضو خلي بالك عندنا جزء مش بسيط اسمه الانوانتد بريجننسي او الحمل غير المرغوب فيه.
يعني هي مش مخططة ومش عايزة حمل، لكن نتيجة استخدام خاطئ للوسائل بيحصل حمل. وطبعا احنا ما عندناش اجهاض ولا بنجيز الاجهاض ولا الكلام ده، فبنلاقي فيه اعداد بتتحذف علينا كل سنه بسبب الحمل الغير مرغوب فيه. لازم يعني تدريب المستمر للشباب الاطباء وللتمريض اللي شغال في القصه دي، خصوصا في اختيار التوقيت والوسيله المناسبه لكل ست. عارفه كمان لما بتقعدي تتكلمي مع سيدات، انا اسفه يا احمد، في سن صغير تلاقيها مخلفه بالخمس عيال، تقول لك ما انا ما اعرفش، ما اصل انا هي جت كده. انا عندي تحديدا في الاماكن الريفيه يعني تحت ال 25 سنه وعندهم 6 و7 اولاد. ده فين منطقه ايه دي يا دكتور؟ احنا محافظه الفيوم، ودي من المحافظات اللي المشكله دي الاماكن الريفيه ظاهره جدا جدا. يعني عندنا احنا يعني خدي خط الصعيد، خدي خط الصعيد وخدي خط الاماكن الريفيه ايضا، يعني الاماكن الساحليه الريفيه او ذات طابع ريفي هتلاقي فيها دي المشكله. هتلاقي العزوه، تسرب من التعليم، كونسبت الولد والبنت والذكر والانثى محتاجين عزوه، زواج القاصرات، يعني كل دي حاجات بتبقى بتتشابك مع بعض عشان تنتج في الاخر عدد بينضاف كل سنه من 2 ل 2.5 مليون مواطن كل سنه محتاج. طيب دكتور، يمكن يعني لمواجهه ظاهره الزياده السكانيه، مش المواجهه من وجهه نظر المتواضع وحضرتك كمتخصصه تقولي لي لابد من السير في مسارين مختلفين بالتوازي، اللي انا احد من الزياده السكانيه وايضا استثمر الطاقه البشريه اللي موجوده طبعا. حاليا وعندنا مثال لده الصين، ازاي استخدمت الموارد البشريه وبقت من كبرى الاقتصاديات العالميه، فازاي اقدر اعمل المعادله الصعبه دي، احد وفي نفس الوقت استثمر الموارد البشريه الموجوده؟ هقول لحضرتك حاجه، طبعا الموارد البشريه الاستثمار في البشر ده مهم جدا جدا، لان دي طاقات موجوده، خصوصا ان احنا عندنا 65% شباب، فده ممكن تستغله في كل حاجه. بس هي الفكره ازاي تحد دي بقى، لان انت عمرك ما هتقدر تستثمر صح وانت بالمعدلات دي، لانك محتاج فرص عمل، محتاج امكانيات تعمل المشاريع. فهي قصة نحد دي، أنا أعتقد في رأيي الشخصي إن هي عاجلا أو آجلا هنضطر نعمل تشريع. مش لازم تكون تشريع عقابي أو سلبي، ممكن يكون حافز إيجابي. يعني أنا بقترح مثلا من ضمن الحاجات إن إحنا نفكر نشجع الناس إنهم يجيبوا مثلا طفلين. هنقول للست لو جبتي طفلين. شايفة إيه الحوافز اللي تقدر اللي هي تشجع الناس على كده؟ امتيازات في الاشتراكات، التعليم، كل حاجه. الاهم بقى واللي هي يعني هيكون ليه اثر شويه، ان انت تبقى عندك بروميس او وعد للناس ان انت السيده اللي هتوصل ل 45 سنه وخلاص جابت طفلين ليها بوليس التامين او مبلغ معين هيتصرف لها يعني كمكافاه، او ان هي حافظت على اسرتها صغيره. دي ما فيهاش حاجه شرعا، ما فيهاش حاجه دستوريا، لان ما حدش هيطلع يقول انا ما اقدرش اعمل جزائيه. يعني في ناس بتقول لا احنا نحرم من اكتر من 3 اطفال من ومن، الى حد ما ده مش دستوري، لان الطفل اللي مولود ملوش ذنب ان هو بابا جابه. بلسان يعني لو انا شخص متخذ قرار، هو ميزانيه الدوله تكفي للي انا ادي بوليس التامين؟ هتكفي اكتر من ان انت الكوست او التكلفه اللي هتضطر تعملها يتم توفير. علشان طبعا، لان انت متخيل حضرتك انت الطفل او المواطن الواحد ده كدعم وكصحه وكتعليم وكمرتبات او ده بيكلف الدوله كتير. لا الفكره طبعا دي هايله، يعني هي الفكره فيها ان انت مش هتدخلي في جدل الدستوريه، لان مش هتحرمي حد من حقه دستوري في التعليم او وفي نفس الوقت مش هتقدري تفرضي زي الصين ما عملت. بالمناسبه الصين فرضت طفلين، قعدت فتره طويله طفل واحد. ناخد سبق، حضرتك تعملي دراسه جدوى. يعني هي عايزه مجموعه من نناقشه هنا في صباح الخير يا مصر الفكره، حتى كمبادره لو الموضوع جيد ولقى قبول ليه لا. هي محتاجه مش حد لوحده يقعد، هي محتاجه منظومه كبيره والناس ده اقتراح، في اقتراحات ثانيه ممكن تكون احسن. يعني الفكره ان لازم يكون في تفكير بره الصندوق، نسمع بعض وهو دي يمكن نرجع هنا هيصب في فكره الحوار الوطني، هو ده الهدف منه. لازم يتم مناقشه الزياده السكانيه فيه. دي لازم على فكره، انا الموضوع ده بقالي سنين بقى، انا دي قضيتي على فكره، قضيه حياتي الموضوع ده، من كتر ما بشوف يعني المشاكل والمآسي اللي بتحصل، فبقت القصه بالنسبه لي قضيه شخصيه. يعني مشكله لما بتشوفي الاولاد. لا انا عاوز اسال الدكتور، انا عارفه انك هتسال عن اسرتك كام فرد؟ ثلاثه، بنتين وولد. بنتين وولد.
يعني المشكله لما بنشوف الاطفال من يعني العائلات اللي بتبقى محتاجه شويه، يعني بنشوف مستقبل شويه بالنسبه لنا بيخض، لانه انت شايف اولاد ما بيتعلموش طبعا. بنات بتتجوز بدري، بنات، فانت مش عارف ايه اللي يعني مش عارف دول مستقبله هيبقى عامل ازاي، وخايف عليهم وخايف ان هم يطلعوا في الاخر للمجتمع نتاج غير يعني ايجابي زي ما بنقول. انا اعتقد ان لم يكن كل ف 90% من مشاكل المجتمع المصري سببها زياده السكان، طبعا سواء زواج القاصرات، التسرب من التعليم، عماله الاطفال، كل ده كله بيندرج في الاخر. المشكله الحقيقيه هي دي، وطول ما هي موجوده كل المشاكل دي وهنفتح القوس وهنحط كل شويه مشكله بتظهر لنا مع مرور سنوات اكتر. عمر القوس ما هيتقفل طول ما في زياده سكانيه. حقيقي. عمر الحال ما هيتصلح طول ما في زياده سكانيه. دكتوره ميرفت عبد العظيم، عضو لجنه الصحه بمجلس النواب، بنشكرك وبنقول لك من صباح الخير يا مصر، ايدينا في ايدك ويلا نواجه هذه الظاهره ونضع لها حلول جذريه بقى تنهيها تماما. شكرا يا دكتور، نورتينا. شادينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.